صباح الخير. أخبار فتاة قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا احنا خلاص دخلنا على الأيام الأخيرة لأضخم مهرجان ترفيهي وثقافي وفني في الشرق الأوسط، لكن خلال الأيام دي احنا لسه مستنيين فعاليات كتيرة مبهرة وجميلة كالعادة. طبعا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة واللي قدم على مدى أيام وكلها مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية. مهرجان العالمين الجديدة ما فيش شك حدث كبير بيتضمن العديد من المهرجانات الفرعيه كده زي ما بنقول، بتغطي طبعا كافه المجالات. يوم الخميس اللي جاي هيكون كل عشاق الطيران على موعد مع عروض جويه مميزه على مستوى عالمي. العروض الجويه المنتظره هيكون ليها نصيب كبير من الابهار، الى جانب طبعا ان يوم الجمعه حفل ختام في كل مناطق المدينه. يوم الجمعه هيكون في حفل استثنائي طبعا زي ما حضراتكم عارفين للفنان ويجز، ده حفل متوقع ليه حضور جماهيري كبير جدا وحماسي من كل عشاق ويجز، وطبعا خلال الحفله هيتم تقديم العديد من المفاجآت. عشان كده كل اللي ما راحش العالمين من ممكن هو يروح الايام الجايه. طبعا المسافه من القاهره طبعا ما فيش ساعتين ساعتين ونص لحد العالمين، ودي من الحاجات طبعا اللي بتخلي فيه فرصه لزياره المدينه، بتخلي فيه فرصه سهله لكل الناس. كمان الاستعدادات بتقول ان احنا طبعا مستنيين حاجه كبيره جدا وحاجه ضخمه من اكبر واروع العروض والحفلات خلال اليومين الجايين. العروض طبعا الجويه زي ما قلنا هتكون مناسبة لكل الناس اللي بتحب المغامرة والإثارة، وده هيخلي المهرجان فرصة عظيمة للاستمتاع بيوم كامل مع العيلة في أجواء مبهجة. المهرجان بيثبت أن المدينة دي مش بس مكان سياحي لكن كمان مركز للترفيه والثقافة. وإحنا كعادتنا في صباح الخير يا مصر كل يوم بيكون معانا متابعة لأبرز الأنشطة والفعاليات. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لمحمد ونتعرف منه على اخر اخبار الطقس، وكمان ياخدنا في جوله مروريه في عدد من المدن. يا محمد صباح الخير. صباح الفل عليك يا شاذلي، وصباح الخير على حضراتكم في كل مكان. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه ونشوف كده شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي. نبدا جولتنا بالمعتاد من محافظه القاهره وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض بالقاهره، اللي بيشهد حاليا كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، في شوارع ثانيه هنلاقي فيها بعض السيوله المروريه. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافه نسبيه بدايه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه البسيطه. بتشهد مناطق متفرقة من كورنيش النيل ازدحام متوسط في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المانيال والملك الصالح، أما الاتجاه الآخر المؤدي للمعادي وحلوان فيشهد ازدحام نسبي. نروح مع حضراتكم لكوبري أكتوبر، هنلاقي هناك كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة معانا لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي فيه سيولة مرورية. لو رحنا مع حضراتكم دلوقتي لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة وصولا للمنصة، وبتظهر بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر لوسط المدينة. بيشهد شارع بورسعيد من نزلة 6 أكتوبر تحديدا حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات المرورية. ننتقل من القاهرة لمحافظة الجيزة ونبدأ مع حضراتكم من الطريق الدائري في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات من الطريق الدائري. كمان بدأت تتكون دلوقتي كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم لميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، ويفضل للمتجه للمهندسين أنه ياخد محور المهندس شريف إسماعيل ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هيتفادى أي كثافات مرورية. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان.
لو رحنا لطريق المريوطية مع حضراتكم. الطريق المريوطية الدائري فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان هنلاقي كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر بعض الكثافات البسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. أما محور صفت اللبن فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. كمان بتظهر كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية وكثافات كمان بنلاقيها أمام كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين وبتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وصولا لميدان النهضة لمناطق تانية زي بولاق وإمبابة. وبناخد بالنا أنه شوارع أو كل شوارع الجيزة والمحاور الرئيسية ناخد بالنا كويس جدا أنها مراقبة بكاميرات المرور، عشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقررة، نلتزم كمان بربط الأحزمة وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح مع حضراتكم لمحافظة القليوبية. لو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي يفضل أنك تكمل في طريق شبرا بنها الحر عشان مفيش أي كثافات مرورية في هذا الطريق ومنه بتصل للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. لكن اللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن كثافات أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري. هنكمل جولتنا مع حضراتكم المرورية ونروح لمحافظة بورسعيد اللي هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب شوارع المحافظة. في بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نصل لشارع 23 يوليو. لسه مع حضراتكم في محافظة بورسعيد نروح للطريق الأشهر في المحافظة طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية في بعض الكثافات المرورية مكملة معانا لحد آخر الشارع. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 وأقل درجة في مطروح 31. كمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتصل إلى الأمطار الرعدية في حد السيول في مناطق زي حلايب وشلاتين وأبو سمبل. أسوان العظمى فيها 45 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس البلغاري رومان راديف، وامبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الأخبار وأخبار تانية في سياق هذا التقرير. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس البلغاري رومان راديف تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وأكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم اللي بتشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون لأفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، واستعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. بدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع. وجه مدبولي بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض أهلا رمضان ومعارض أهلا مدارس.
موجها وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسؤولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة. أيضاً امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة، وأيضاً التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة لاستبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، فقد أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدى إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التموين المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية. كما أشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى بالفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فقيد مصر والعرب القامة الدبلوماسية والقانونية الكبيرة دكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق واللي رحل عن عالمنا أمس. بتؤكد الشركة المتحدة أن تاريخ الراحل، وهو أحد أبناء طبعا وأعمدة الدبلوماسية المصرية ورمز من رموزها وذو مكانة رفيعة المستوى في العمل الدبلوماسي والقانون الدولي، فقد كان له إسهامات عدة في الدبلوماسية العربية والدولية، ووضع الراحل المصالح المصرية والعربية والدفاع عنها هدف دائم لم يحد عنه أبدا، فأضحى بهذا الخلق وأهدافه النبيلة النموذج والقدوة والنبراس الذي يضيء مسيرة الكثير، وتتقدم الشركة المتحدة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد. ربنا يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. طبعا السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية رحل عن عمر يناهز 89 عام، ارتبط اسمه بعقود من العمل الدبلوماسي والقانوني وترك بصمة واضحة في تاريخ مصر الحديث والعلاقات الدولية. خلينا نشوف هذا التقرير يوضح محطات في مسيرة الدبلوماسي المخضر. رحل عن عالمنا أمس الاثنين السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن عمر ناهز 89 عاماً، وارتبط اسمه بعقود من العمل الدبلوماسي والقانوني تاركاً بصمة واضحة في تاريخ مصر الحديث والعلاقات الدولية. ولد نبيل عبدالله العربي في 15 من مارس عام 1935 بالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1955، ثم استكمل دراساته العليا بالحصول على الماجستير في القانون الدولي والدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة نيويورك.
بدأ مسيرته المهنية كمستشار قانوني للوفد المصري في مؤتمر كامب ديفيد للسلام عام 1978، مشاركاً بفعالية في تلك المفاوضات التاريخية. تنقل العربي بين عدة مواقع دبلوماسية هامة، حيث شغل منصب سفير مصر في الهند عام 1981، ثم أصبح ممثلاً دائماً لمصر في الأمم المتحدة بجنيف، وبعدها في نيويورك عام 1991، مضيفاً لمسيرته العديد من الإنجازات. في المجال القضائي الدولي، شغل نبيل العربي منصب قاض في محكمة العدل الدولية من 2001 حتى 2006، وكان له دور بارز في إصدار الحكم التاريخي في يونيو 2004 الذي أدان الجدار الفاصل الإسرائيلي واعتبره غير قانوني، مسجلاً بذلك إنجازاً دولياً مهماً. في مارس عام 2011 تولى منصب وزير الخارجية، مضيفاً لرصيده المهني فترة حافلة بالتحديات السياسية، كما قدم استشارات قانونية للحكومة السودانية في قضية التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي. كذلك ساهم في إعداد الملف القانوني لاستعادة تمثال الملكة نيفرتيتي من برلين عام 2009، وهي قضية لاقت اهتماماً عالمياً. ويظل نبيل العربي في ذاكرة المصريين والعالم كنموذج للدبلوماسي المتميز الذي ترك أثراً لا ينسى في المحافل الدولية. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات، طبعاً من محافظة الأقصر، وفيها في هذه المحافظة شهدت افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع. في محافظة الدقهلية، مستشفى المنصورة التخصصي أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف. تفاصيل وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الأقصر شهدت افتتاح مجمع الخدمات الحكومية بقرية النجوع ضمن استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وبتشمل تقديم خدمات عدد من الجهات، أبرزها وحدة محلية قروية، تضامن اجتماعي، بريد، سجل مدني، شهر عقاري، مجلس محلي شعبي، بالإضافة لخدمات المركز التكنولوجي الخاصة بإجراءات التصالح في قضايا البناء وتقنين أوضاع الأراضي. أعلن مستشفى المنصورة التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة حاجته لشغل 4 وظائف شاغرة عن طريق الندب أو الإعارة، وبتشمل الوظائف المطلوبة فني صحة وسلامة مهنية، أخصائي صحة وسلامة مهنية، تمريض صحة وسلامة مهنية، ومسؤول حماية مدنية. أكدت محافظة المنيا تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي برمشة بمركز العدوى، وبتقام على مساحة 15 فدان بتكلفة تصل ل 500 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 85%، وبتخدم المحطة ما يقرب من 13 قرية من قرى مركز العدوى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومن المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة نهاية فبراير القادم 2025. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز بيبا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1232 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في سوهاج أعلنت الوحدة المحلية المركز ومدينة طهطاب بدء فعاليات ترقيم التوك توك، وتم البدء في عمل ملف لكل توك توك وترقيمه بالوحدة المحلية بدون أي رسوم أو مصروفات، وده في إطار تفعيل منظومة تقنين وترقيم التوك توك بالمحافظة. أكدت محافظة الأليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام ل 225 درجة، كما قررت محافظة الأليوبية النزول بمجموع درجات فصول الخدمات المسائية للقبول لطلاب الصف الأول الثانوي ل 185 درجة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من أبناء المحافظة، وده تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وحرصاً على مستقبلهم. في كفر الشيخ أعلنت هندسة كهرباء بيلة فصل التيار الكهربائي عن مغذي توزيع كهرباء بيلة الجديدة اليوم الثلاث اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لمدة 6 ساعات متصلة، من أجل القيام بأعمال إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء بيلة الجديدة، وبتشمل المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي منطقة الزراعة ومنطقة استاد بيلة الرياضي ومغذي قرية إبشان ومغذي قرية أبو بدوي وتوابعهم. بتشهد محافظة المنوفية تنفيذ مشروع صرف صحي الخطبة وكفر داوود بالسادات بتكلفة إجمالية 613 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.
بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، والأحوال الجوية النهاردة طقس اليوم حار رطب نهارا وأمطار رعدية بحلايب وشلاتين، العظمى بالقاهرة 36 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتشهد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة ورطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا مع حضراتكم نتعرف على تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة. معانا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. جو حر بقاله يومين ومكملين موجة الحرارة الأيام اللي جاية، أخبار الجو النهاردة إيه؟ يعني لو اتكلمنا عن الطقس اليوم تحديدا يمكن مشابه بشكل كبير لطقس الامس، يمكن درجات الحراره اليوم على القاهره بتسجل 36 درجه مئويه، لكن ارتفاع كبير جدا في نسب الرطوبه بتشهده اغلب مناطق الجمهوريه بيزود احساسنا بشكل ملحوظ بدرجات الحراره وبارتفاعها. يعني ال 36 درجه اللي هيتم تسجيلها اليوم هنشعر بيها على القاهره وكانها 39 درجه مئويه، يعني إحساسنا بيها بالفعل هيكون إحساس عالي. أيضا محافظات جنوب الصعيد اللي دايما بتسجل أعلى درجات حرارة على مستوى الجمهورية ممكن توصل عليها العظمى ل 43 و44 درجة مئوية. زي ما قلنا العامل الأساسي خلال الفترة دي مش درجات الحرارة بس، لكن بيكون نسب الرطوبة العالية بشكل صحيح. كبير جدا كلنا ملاحظينها، كمان بيساعد على إحساسنا أكتر بارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة هو هدوء سرعات الرياح بشكل كبير جدا. كلنا ملاحظين ان في سرعات الرياح هادية جدا، وده بيخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحرارة سواء خلال ساعات الليل او خلال ساعات النهار. اجواء شديدة الحرارة الى حارة خلال ساعات النهار على اغلب الانحاء مائلة للحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل. بكرة ان شاء الله متوقع انها توصل ل 35 درجة، لكن على نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع القادم ممكن توصل ل 34 درجة مئوية. يعني نقدر نقول على نهاية الأسبوع هتكون حول المعدلات الطبيعية، لكن اليوم تحديدا ممكن يتم تصنيفها أنها أعلى من المعدل بحوالي درجة لدرجتين تقريبا. ويعني بمرور الأيام على آخر الأسبوع ممكن يحصل انخفاض طفيف شوية في درجات الحرارة، لكن برضو في نفس المعدلات. يعني بالظبط بمعدل درجة لدرجتين مش فرق كبير، ممكن كمان ما نحسش بيه بسبب نسب الرطوبة العالية. يعني نسب الرطوبة العالية مكملة معانا، احنا الرطوبة عايز اقول لحضرتك بتوصل بالليل على القاهرة لاكثر من 85% واكثر من 95% على السواحل. ده اللي بيخلينا نشعر بالحرارة او بارتفاع الحرارة اكتر، وده اللي خلينا اسال حضرتك عن نسب الرطوبة كمان بالنسبة لمدن الساحلية. المدن الساحلية طبعا أعلى نسب رطوبة بسبب الكتل الهوائية اللي بتكون حارة بتعدي على البحر المتوسط، يعتبر أكبر مسطح مائي مصر بتطل عليه، وبالتالي بتتشبع تماما ببخار المية. يعني نقدر نقول إن الهواء دلوقتي متشبع تماما ببخار المية، وده السبب في إحساسنا بخنقة الجو شوية، مفيش أي نشاط رياح، مفيش أي نسمات هواء، كل ده اللي بيخلينا نحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. كمان بيكون هو من ضمن الاسباب في وجود الشبوره المائيه، يعني ارتفاع نسب الرطوبه خلال ساعات الليل بالشكل الكبير ده هو السبب في تشكل الشبوره المائيه اللي كلنا بنلاحظها خلال ساعات الصباح الباكر، بتكون موجوده على مناطق من شمال الجمهوريه زي السواحل الشماليه، الوجه البحري، حتى القاهره الكبرى ومدن القناه. لكن الحمد لله حتى الان هي شبوره مائيه مش كثيفه، شبوره مائيه معتاده، وكمان عدد ساعات تكونها بتكون قليله، يعني من الساعه 4 الفجر تقريبا للساعه 8 صباحا بتتلاشى بمجرد سطوع اشعه الشمس. وزي ما قلنا سرعات الرياح الهاديه ده بيكون من اهم الاسباب اللي بتساعد على احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره واحساسنا كمان بارتفاع نسب الرطوبه وتكون الشبوره المائيه. حركه الملاحه البحريه كمان على البحرين مرتبطه بسرعات الرياح الهاديه دي، وبالتالي حركه الملاحه البحريه على البحر الاحمر والمتوسط معتدله تماما، وارتفاعات الامواج هناك على اقصى تقدير هتكون 2 متر، وده طبعا بيخليها مؤهله تماما لكافه عمل الصيد والملاحه البحريه. طب دكتور، يعني بالنسبه للامطار الخفيفه الى متوسطه بتصل في بعض الاحيان الى امطار رعديه وسيول في الجنوب تحديدا في بعض المناطق، حابين نطمن اكتر في حلايب وشلاتين. بالفعل احنا من بدايه الاسبوع الحالي طبعا كنا نوهنا على فرص امطار بتكون من خفيفه المتوسطه ورعديه احيانا، بتاتي امتداد للامطار الغزيره اللي موجوده في شمال السودان وبتبدا تتحرك شمالا
لحد ما تدخل لحدودنا الجنوبية المصرية، هي لا تقارن طبعا بكميات الأمطار اللي شهدتها مناطق جنوب مصر الفترة الأخيرة، لكنها موجودة حتى اليوم، مستمر معنا اليوم كمان فرص الأمطار من خفيفة المتوسطة وممكن تبقى رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب، مناطق من محافظة الوادي الجديد، أبو سمبل، حلايب، شلاتين. الأمطار دي طالما رعدية مع الطبيعة الصحراوية والرملية في المناطق دي، بيكون في هواء هابط بقوة جديدة من أسفل هذه السحب، بيؤدي بالفعل لإثارة للرمال والأتربة. يعني ممكن هناك قبل تساقط الأمطار مباشرة نلاقي بعض هبات الرياح القوية جدا اللي بتؤدي لإثارة الرمال والأتربة، بتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية هناك على الطرق في المناطق الجنوبية دي، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى اقتلاع بعض لوحات الإعلانات المعدنية. كل ده طبعا بننوه وبنأكد عليه وبنأكد على المواطنين هناك بتوخي الحذر التام، تجنب الوقوف تحت لوحات الإعلانات المعدنية أو ملامسة أعمدة الإمارة أو أكشاك الكهرباء. السائقين على الطرق توخي الحذر التام من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء إثارة الرمال والأتربة. في حالة إن أنا ماشي على طريق ولقيت حصل هبة قوية للرياح، حصل إثارة قوية للرياح قللت الرؤية، طبعا لازم اركن واستنى، لان ده بتكون مدته مش طويله. يعني صحيح. في الحاله دي الرمال والاتربه المصاره هناك مش بتقعد فتره طويله، وبتبدا الى اجواء تعود مره اخرى للهدوء، وربنا يسلم الجميع ان شاء الله. يا رب ربنا يسلم الجميع بالنصائح المهمه اللي حضرتك توجهت بيها لمشاهدينا. بنختم معاك مداخلتنا، وان شاء الله زي ما حضرتك قلت يعني خلال الايام اللي جايه تعود مره اخرى درجات الحراره لمعدلاتها الطبيعيه. دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات مصر المختلفة. نبدأ من القاهرة، العظمى بتسجل فيها 36، الصغرى 27، العاصمة الإدارية العظمى 37، الصغرى 26، اسكندرية 33-23، العالمين الجديدة 32-23، مطروح 31-24، دمياط 33-26، محافظة بورسعيد العظمى فيها 33 والصغرى 27، أما الإسماعيلية 37-26. نروح مع حضراتكم للسويس، العظمى فيها 36 الصغرى 26، العريش 34-24، كاترين 32-18، طابة 37-28، حلايب 36-31، شلاتين 38-31، شرم الشيخ 40 والصغرى 29، والغردقة 41 والصغرى 30. أما الفيوم فالعظمى بتسجل فيها 37 والصغرى 25، بني سويف 38-25، الوادي الجديد 43-27، أسيوط 40-26، سوهاج 42-26، قنا 42-28، الأقصر 44-29، وأسوان بتسجل أعلى درجة حرارة على مستوى محافظات الجمهورية، العظمى فيها 45 والصغرى 30. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ونعود مرة تانية لمحمد الشاذلي. اتفضل يا محمد. شكرا ليك يا محمد. دلوقتي مشاهدينا نتابع مع حضراتكم إن شاء الله أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هيعلن نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، وده تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. النهاردة هتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع من خلال قاعة الفيديو كونفرنس الساعة 1 ظهراً بحضور مدير التعليم العام بالمديرية ومديري المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي والتربية الخاصة والموهوبين ومديري عموم الإدارات التعليمية، وده لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور نصف نهائي كأس مصر، هيلتقي زاد مع الإسماعيلي في تمام الساعة 6، وفي الساعة 9 ليلاً هيلتقي بيراميدز مع المصري. دلوقتي هنروح مع حضراتكم نشوف تقرير عن بطولة الجودو العربية واللي بتستمر منافساتها في مدينة العالمين الجديدة للعام الثاني على التوالي،
مصر كالعادة بتحقق نجاحات مشرفة في هذه البطولة، وأبرزها طبعا تألق اللاعبة الشابة فاطمة جابر صاحبة 17 سنة، واللي قدرت إن هي تحصد المركز الأول في وزن 48 كيلو. تألق مصري كبير في بطولة الجودو العربية اللي بتقام ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. التألق ده جسدته اللاعبة المصرية فاطمة جابر اللي بتلعب في المشروع القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، واللي بتمارس رياضة الجودو منذ نشأتها، ووصلت في سن 17 سنة وهي محققة عدد من الميداليات والبطولات، وكان آخرها تألقها في النزال ده لتحصل على الأول في ميزان 48. وطبعاً التألق ده بيأتي بدعم كبير من المشروع القومي للشباب اللي بيحظى باهتمام القيادة السياسية في تأهيل وتدريب المواهب الرياضية عشان يرفعوا اسم مصر في المحافل الدولية. هي البطولة العربية دي مش أول مرة، دي تاني مرة على التوالي تعمل في أحسن مستوى، وكمان الجو بيبقى مفهوش توتر كتير ستريس، لا بيبقى كله حلو يعني الحمد لله. احنا كمصريين وكلاعيبة مصريين جامدين قوي في الجودو صح؟ زي ما حضرتك شايف كل الاول النهارده ان شاء الله مصر. قولي لي ايه رايك في اجواء مدينه العالمين ومهرجان العالمين؟ زي ما قلت لحضرتك الاجواء بما انها بتكون بحر وترفيه وكده فما بيبقاش فيه ستريس خالص على اللعب، وده بيساعدنا طبعا ان احنا نأدي احسن في البطوله. كلميني عن مشروع الناشئين اللي انت فيه وايه اللي بيتم في المشروع وبداياتك مع الجودو كانت. انا بادئه جودو من وانا في 2012، طبعا مشروع قومي تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه، طبعا هو فعلا بيقف جنبنا جدا، بيدخلنا بطولات، طبعا مؤدين نفسيين قبل ما ندخل الماتش كانوا معانا موجودين، وكل حاجه بتبقى كويسه الحمد لله. تألقك وفوزك النهارده بتهدي لمين؟ طبعا لربنا، وتاني حاجه لاهلي وبابايا كابتن ناجي. فاطمه بقى لها معايا 4 سنين، نجحنا في فاطمه قبل كده ان احنا نجيب اول عرب السنه اللي فاتت، وكان برضو الفاينل مع الجزائريه قبل كده، فاطمه كسبانه 3 افريقيا. فاطمه انضمت لفريق الصفوه تلعب مع استاذنا الكبير كابتن حلمي حسين. المشروع القومي اصلا بدعم معالي الوزير اشرف صبحي، فريق كتير جدا وكل سنه بيزيد تالق اكتر، بقى مجموعه كبيره قوي من الابطال اللي موجوده في منتخب مصر اساسيين من المشروع القومي. احنا شغالين على نفسنا في معسكرات دايما، كانت فاطمه لعبت شهرين كاملين مع كابتن حلمي حسين وكابتن اسامه عاشور وكابتن مجدي السعيدي، وكانت بتلعب في بطوله الجمهوريه اللي فاتت، فلازم ترجع ترد عندي تاني. لما ردت عندي تاني ربنا كرمني بيها في البطوله الوحيده، وكان ليا نصيب ان هي البنت الوحيده اللي جابت في المنتخب كله بتاع المشروع القومي ذهب. استعدنا بطوله كان يعني في معسكرات وكده، وعسكرنا وتعبنا صراحه في المعسكرات، فعشان كده ايه مستعدين بطوله العرب. بنروح نعمل احتكاكات مع نوادي وبنتمرن، بنعسكر بالمغلق، معسكر مغلق دايما، ومعانا معد نفسي. لعبت مع الكويت وهو اصلا كان في ميزان الكويت ماشي، وحصلت على المركز الاول. البطولة العربية للجودو للعام الثاني على التوالي بتحظى بتواجد كبير جدا للجنة التحكيم، بتضم عدد من الخبرات التحكيمية المحلية والعربية عشان يطبقوا قواعد لعبة الجودو على المتسابقين، وسط أجواء تنظيمية قدمتها ليهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان تسهل عملهم بالبطولة اللي أشادوا بتنظيمها وسط أجواء مدينة العالمين الجديدة الساحرة. بالنسبه لمشاركه لجنه الحكام عندنا، احنا الحمد لله علاقتنا طيبه جدا بلجنه الحكام العربيه، وقدرنا ان احنا نظرا للمكانه بتاعه الحكام المصريين وامكانياتهم تم ترشيح عدد 8 من الحكام موجودين النهارده من الدرجات اللي هي الدولي والدرجه الكونتيننتال. الحمد لله اغلبهم بينزل النهائيات يعني ادائهم متميز جدا، والجديد السنه دي برضو اللي عمله الاتحاد المصري بمناسبه وجوده البطوله على ارض العالمين ان استدعينا 3 حكام من الاتحاد الدولي، يعتبروا من افضل 3 حكام على مستوى العالم،
متواجدين مع الحكام المصريين، ويعني احتكاكنا بيهم برضو اضاف الكتير قوي لنا. ولاحظوا المستوى اللي موجود عندنا والمشاركه والتدرج العمري، لان احنا عندنا ناشئين لسه من الحكام في سن في لسه مطلع العمر، وفي مجموعه ذات خبره برضو، فكان احتكاكنا بيهم يعني ادانا برضو يعني نوع جديد من الخبره يعني. والله لشرف كبير اني نحضر مدينه العالمين، ودرنا تحكيم هنا بكل ارتياحيه، ونشكر السلطات المصريه ونشكر كل المسؤولين الحكام والمسؤولين على هذه المنافسه هذه، يعني استقبلونا احسن استقبال بصفتنا كحكام، والحمد لله لقينا كل السهوله للتحكيم هنا. شكرا. دوك اللعبه واضحه والقانون واضح، لما يسقط واحد سقوط كامل على الظهر حيكون نقطه كامله، اما يكون سقوط جانبي حيكون نصف نقطه يعني وزاري، ولا يكون سقوط كامل. أما العقوبات يعني يكونوا ثلاثة عقوبات، لما يكون هناك ثلاثة عقوبات يكون الإقصاء مباشرة، مش البارح، أول البارح والبارح والنهار ده، والله غير المنافسة كاين مستوى، ممكن أطفال صغار مصريين والله عندهم مستوى وعندهم مستقبل إن شاء الله، والمستوى كاين تنافس، كاين تنافس بين خاصة بين الكويتيين والمصريين. تتواصل بطولة الجودو العربية لحد يوم 27 من الشهر الجاري بمشاركة 10 دول بإجمالي 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وسط أجواء تشجيعية وتنافسية كبيرة، وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي بين اللاعبين المشاركين من الدول العربية. محمود جميل، صباح الخير يا مصر. مؤسسة حياة كريمة أطلقت مسابقة، وده مش جديد يعني، دايما متعودين من هذه المبادرة أنها تطلق مسابقات متعددة. هذه المسابقة بتستهدف كشف ودعم مواهب الأطفال في القرى من أجل تنمية الأسرة المصرية من خلال الخدمات والفعاليات اللي بتقدمها لجميع أفراد الأسرة وخصوصا الأطفال. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المسابقة، معانا على التليفون الكاتبة سماح أبو بكر سفيرة مؤسسة حياة كريمة. يا أستاذ سماح صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا يا أستاذ محمد، زي حضرتك. أهلا بحضرتك، بخير والله، منورانا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك من ذوقك والله. الله يخليك. طبعا مفيش شك مصر مليئة بالمواهب المتعددة في كافة المجالات، ازاي بتساهم طبعا حياة كريمة في كشف هذه المواهب؟ والله شوف، هو يعني أنا الحقيقة سعيدة جدا أنه رغم أنه مبادرة حياة كريمة معنية بتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا في وطننا الجميل، ولكن أنها كمان تفكر تعمل فعاليات للأطفال ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، دي حاجة الحقيقة أنا يعني سعيدة جدا بيها، وشايفة أنه فعلا تنمية الأسرة المصرية بتبدأ بتنمية الطفل. يعني في كل قرية بتتوجه ليها حياة كريمة، أنا بتشرف أن أنا أكون موجودة مع المبادرة، أقابل الأطفال، أتكلم معاهم. جميل. بكتشف الحقيقة مواهب، يعني الحقيقة ما شاء الله، يعني مش عايزة أقول لك طلاقة وحضور وعندهم حماس ان هم يعملوا حاجه، وعندهم امل ان هم في المستقبل يقدروا يحققوا حاجه لنفسهم وللبلد. فمن هنا كان لازم الولاد دول نسلط الضوء عليهم، نكتشفهم، نكتشف مواهبهم، ومن ناحيه ثانيه نشوف حياه كريمه بعيونهم، هم شايفين ايه؟ لانه انا في كل مره بسال الولاد عملت ايه حياه كريمه في القريه، فبفاجئ بحماس شديد، وكل واحد بيقول لي حاجه، عملت المستشفيات، عملت الوحدات الصحيه، عملت المدارس، لانه في مبادره اسمها راجعين نتعلم، دي هدفها ان الولاد اللي تسربوا من التعليم نرجعهم تاني. جميل. للتعليم، ونتكفل بمصاريف الدراسه ويعني وكل ما يتعلق بالدراسه. فالولاد عندهم حماس وفرحانين، فعايزين نشوف ده بقى بشكل عملي بقى، من خلال قصة يكتبوها، لوحة يرسموها المكان تجدد، هم فرحانين بيه، يعني يعبروا عن اللي شافوه بالظبط. يعني أنا أذكر كنت في نهطاي في الغربية، الولاد خدوني من إيديا كده عشان يفرجوني الكورنيش الجديد اللي اتعمل، وأديهم سعداء بيه، والملاعب اللي اتعملت دي القرية النموذجية تقريبا نهطاي بالظبط. وفي الأبعدية فتحنا مكتبة اللي هي كشك الكتابة، هناك الولاد كانوا سعداء بالقصص والكتب اللي موجودة، وإزاي هنقرأ في الصيف، وتواصل معاهم واللي يقرأ قصة يكتب لي إيه اللي عجبوا فيها، يعني في تواصل حي ما بيننا وما بينهم ما بينتهيش بمجرد إنه إحنا عملنا الفعالية في مبادرة أنت الحياة اللي تبع لمبادرة حياة كريمة ورجعنا، لا التواصل بيبقى
مستمر وانا ببقى سعيده بده. فحسيت طيب. ان الولاد عندهم حماس وممكن يعملوا حاجه، ومن خلال ده هنشوف مواهبهم وهننمي مواهبهم، وده الاهم. وهيبقى في ورشات للولاد دول ان شاء الله بعد انتهاء يعني تسليم الاعمال، وهنتوجه للكرة اللي فيها اكثر يعني المشاركات ان شاء الله. طيب المسابقه عباره عن ايه؟ تفاصيلها، الاشتراك فيها بيكون ازاي، والاقسام داخل المسابقه؟ يعني هل احنا دلوقتي بنكتشف مواهب، هل هي مفتوحه مثلا في الشعر، في الالقاء، في التمثيل، في الرسم، في الغنى، يعني في كل الحاجات المجالات الابداعيه المختلفه، ولا في اقسام معينه مهتمين بيها اكتر في هذه المسابقه؟ هي المسابقه هدفها انه تكتشف مختلف المواهب، يعني اللي بيكتب قصه يكتب، اللي بيعرف يرسم يرسم مكان، اللي عنده موهبه انه يكتب شعر او يلقي شعر يكتب قصيده او يلقيها ويصورها مثلا في دقيقه او دقيقتين بالكثير. تمام. اللي بيحب التصوير يصور، اللي بيحب انه هو عنده ملكه انه يقدر يعمل فيديو، يعمل فيديو قصير جدا قدام مكان هو حاسس ان المكان ده مبسوط ان هو اتطور، او مكان ما كانش موجود بقى موجود. في نفس الوقت ايه انتوا بتحلموا ايه لقريتكم؟ بتحلموا انه ايه اللي انتوا شايفينه لسه ما اتعملش وعايزينه يتعمل احنا نعمله؟ فحضرتك كده بتدي الطفل ثقه انه له راي وانه طبعا مشارك، وانه اصل يا استاذ محمد الاطفال دول هم اصحاب بكره. طبعا ما كل المشاريع اللي بنعملها في البلد ليهم. طيب الاعمال بقى يا فندم، الاعمال اللي بيقدموها الاطفال ازاي بيتم تقييمها؟ والله في لجان بقى حضرتك متخصصه في كل فرع، يعني القصه في لجان هتقرا القصص، الرسم في ناس متخصصين فنانين هيقيموا الرسوم. جميل. الشعر في طبعا شعراء هيقيموا القصائد، وحتى في بالنسبه للتصوير في برضه متخصصين في الاخراج هيقيموا الصوره والفيديو، في عده لجان يعني مختلفة هتقيم الأعمال، وفي النهاية هنطلع نتائج لكل فئة، وهنشوف أكثر مشاركات كانت منين، وعلى هذا الأساس هيتم تنمية مواهب الولاد المتميزة. جميل جدا. لكن المسابقة مخصصة فقط للقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، مظبوط؟ بالظبط، لأنه هي ليها هدف اكتشاف المواهب واكتشاف حياة كريمة من خلالهم. وفي نفس الوقت المسابقه مفتوحه لكل الاعمار، يعني الكل يقدر يشارك فيه. هي احنا الـ 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 يعني الـ الـ يعني الـ التوجه الاول احنا قلنا نشتغل على الولاد اللي هم من 12 سنه اللي هم يقدروا حضرتك يشوفوا الفرق ما بين اللي كان موجود واللي بقى موجود، لكن الصغيرين هم طلعوا لقوا حاجات معينه، فاحنا توجهنا ل 12 سنه لان المبادره أطلق سيادة الرئيس في 2019 وبدأ العمل في 2021 في التنمية فدول يقدروا حضرتك يشوفوا ما قبل والآن. جميل بعد جدا. بعد كده هيبقى في توجه للسن الأصغر. طيب احنا طبعا ما فيش شك هنستنى نتائج هذه المسابقة، وهنكون يعني حريصين جدا ان احنا نستضيف الأطفال المبدعين من هذه المسابقة ونسلط الضوء على مثل هذه النماذج. لكن حضرتك لمستي ايه من خلال وجودك في هذه المسابقة، وجودك على الأرض وسط الأطفال؟ والله لمستي يا أستاذ محمد، يعني أنا أذكر في بعض الأطفال أبهرتني، يعني أنا كنت مثلا أذكر كنت في قرية الأبعدية في البحيرة، فأنا من عادتي بسأل الولاد عملت ايه حياة كريمة في القرية، ففوجئت الولاد متحمسين ايه اللي يقول لي عملت مستشفيات، عملت مدارس، عملت جوامع، عملت كنايس، كلام كله جميل، لكن لقيت ولد بإلحاح بيرفع ايده، فقلت له ايوه يا حبيبي اتفضل، قال لي خلت حياتنا بقت احسن. شوف الكلمه. فقلت له تعالى اسمك ايه؟ قال لي اسمي محمد. قلت له ازاي الحياه يا محمد تبقى احسن؟ انت شايف ازاي تبقى احسن؟ عنده كام سنه؟ قال لي بنت لنا مدارس. عنده كام سنه محمد؟ محمد عنده 12 سنه. جميل جدا، طفل صغير يعني بس قادر يعبر. بالظبط. فقلت له قلت له انت شايف ايه؟ قال لي عملت لنا مدارس وعملت لنا مكتبات. قلت له برافو عليك، يعني التعليم هو الاساس، والقرايه تعلمك وتخليك تعرف حاجات يمكن اللي في سنك ما يعرفهاش، وتعرف تفكر وتاخد خبرات ناس ثانيه كتبت كتب انت بتقرا خبراتهم في الكتب، والتعليم يخلي عندك معلومات وهيخليك تعرف هدفك ايه في الحياه. فشوف طبعا اجابات الولاد، لا في ما شاء الله ولاد في الكرة عندهم يعني مواهب وعندهم
تأمل وعندهم ثقة بنفسهم ويقدروا يعبروا كويس قوي قوي قوي، لأن الولاد دول لسه بكر ما خطفتهمش قوي التكنولوجيا زي الولاد في المدن. صحيح، لكن زي ما بنقول برضو وبنؤكد أن مصر مليئة بالإبداع في كل المجالات. جميل جدا حقيقي. يكون فيه مسابقة بتتبع حياة كريمة لاكتشاف هذه المواهب ومن ثم تنمية المواهب عند الأطفال، كل واحد في مجاله زي ما حضرتك ذكرتي، وأن أنتوا يعني خلال الفترة اللي فاتت لمستوا أن الأطفال عندهم قدر عالي من الوعي، وفي نفس الوقت قادرين يعبروا عن اللي هم شايفينه وبيعبروا عن ده من خلال كتاباتهم بقى ومن خلال رسوماتهم الإبداعية. كل الشكر لحضرتك الكاتبة سماح أبو بكر سفيرة مؤسسة حياة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع محمد. شكرا جزيلا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وبما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره البلغاري رومن راديفا. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ للمساعدات الإنسانية. من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية على عدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني أو محور فيلادلفيا. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع أن تتواصل مفاوضات الهدنة بشأن قطاع غزة لعدة أيام مقبلة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن المفاوضين مجتمعون في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة وتفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثها. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن كان مطلعا على التطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها، مشيرا إلى أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل. من جانبه أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها. وشدد الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي قد يقود إلى حرب إقليمية. وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدم المسجد المبارك وبناء الهيكل المزعوم. وأدانت الوزارة اقتحامات المتطرفين للمسجد وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن غفير وغيره، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق
بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر، وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتمت إصابة جميع الأهداف. انتهى موجز الثامنة، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. منتجات يدوية وتراثية بيتم عرضها في معرض الأهلية الخامس لمبادرة أيادي مصر، واللي بيضم منتجات يدوية متنوعة بأسعار أقل من أسعار المحلات التجارية والبراند المختلفة. عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر، معانا على التليفون دكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بد أهلية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها أم الدنيا. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بيكو في عروس الدقهلية مدينة المنصورة، وفي موقع مكتبة مصر العامة بالمنصورة، الموقع المتميز على نيل المنصورة. أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك. عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل هذا المعرض، وإحنا بنتكلم في نسخته الخامسة، فتوضح لنا تفاصيل المعرض وإيه المختلف في النسخة دي عن النسخ السابقة. تمام. طبعا المعرض أقيم تحت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بالمنتجات التراثية واليدوية ودعمها والحفاظ عليها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللأسرة المصرية. قام يعني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مشكورا بافتتاح هذا المعرض الخامس لمبادرة أيادي مصر لتسويق هذه المنتجات اليدوية والتراثية. تمام. المنتجات يا دكتورة عبارة عن إيه؟ والله إحنا عندنا كافة أنواع المنتجات، يعني عندنا يعني شاملة ومتنوعة. عندنا تحف وأنتيكات خشبية وسجاد يدوي وشنط من البلود الطبيعية وشنط من الخوص، وكل دي اتعملت بأيدي مصرية مخلصة محبة لصناعتها وللحرفة بتاعتها. عندنا حلية نسائية، عندنا مشغولات من الفضة، عندنا يعني معرض شامل ومتنوع. جميل جدا. كلها يا فندم من إنتاج المحافظة، أبناء المحافظة هم اللي عاملينها. كل من أبناء محافظة الدقهلية بشكل عام. والله وبيجوا المعرض من أماكن متفرقة من محافظة الدقهلية، من مراكز مختلفة يعني، وبيجوا بيعرضوا منتجاتهم. وبصراحة أنا بدعو الناس كلها إن هم يجوا يشوفوا المنتجات دي، حاجات غاية في الجمال وفي الروعة يا فندم. طب ده جميل جدا. حضرتك ذكرتي عدد كبير من المنتجات والحرف، إيه أكتر حاجة بتميز المحافظة أو بتتميز فيها المحافظة؟ والله إحنا محافظة الدقهلية بشكل عام يعني هي محافظة يعني عندنا الفخار، مثلا عندنا في الصناعات الزجاجية اللي هي الكوبايات والكاسات وأطقم العرائس، الحاجات دي جميلة جدا. حضرتك لو معروضة في المعرض يعني بتضاهي المنتجات العالمية. احنا كمان يعني عارضين الصور دلوقتي يا فندم، انتوا على النيل على طول يعني. احنا في اجمل يعني بقعة. اللي هيدخل عشان يشتري هيتبسط كمان. هيتبسط يا فندم. يعني اختيار اللواء طارق مرزوق موفق باختيار مكتبة مصر العامة للموقع الفريد المتميز ليها على نيل المنصورة يا فندم. طيب المدة قد ايه يا فندم؟ مدة المعرض؟ هو كانت مدة المعرض أسبوع، ومعالي الوزير لما لقى فيه إقبال ولقى المعرض ناجح أشار سيادته بمد مدة فترة المعرض. طيب لحين الانتهاء من المنتجات، لحد ما هم يعني ينتهوا من بيع منتجاتهم. طيب ده جميل جدا. ازاي اخترنا العارضين يا فندم؟ ازاي تواصلنا معاهم ونسقنا معاهم عشان يكونوا موجودين في المعرض؟ والله يا فندم هي مبادرة أيادي مصر بتستهدف ترويج هذه المشروعات الصغيرة، وعن طريق تخصيص هو في رقم واتساب مخصص المحافظة عاملاه وإيميل إلكتروني. تمام. ده بيسهل تواصل أصحاب هذه المنتجات مع المحافظة، وهم العارضين دول بيرسلوا صور المنتجات ويرفعوها على المنصة، وبالتالي يتم تسويقها وبيعها.
يعني اوريدي العارضين عارفين طريقه التواصل. تمام يا فندم. في رقم واتساب ثابت وايميل ثابت الكتروني بيعرضوا عليه كافه منتجاتهم. طيب ده خلينا نسال حضرتك عن الاقبال عامل ايه عندكم في المعرض؟ والله الاقبال كويس جدا وحلو. وانا قلت لحضرتك من شويه الموقع المتميز اللي اقيم عليه المعرض ده كان دافع برضو الناس ان هم ييجوا يستمتعوا بالمعروضات وبجمال الطبيعه في مدينه المنصوره. طيب لو هنتكلم طبعا عن الاسعار، عايزين نقسم الموضوع بس لجزئين، محفزات للعارضين وازاي نشجعهم عشان يكونوا موجودين في المعرض، وفي نفس الوقت اسعار المنتجات بتاعتهم عامله ازاي. يعني انا شايفه ان الاسعار والله مناسبه، يعني هي الاسعار نفسها هي مناسبه جدا ويعني في متناول الجميع. انا شايفه ان العربيه تمام. احنا مش هنقول سعر حاجه معينه، لكن خلينا نتكلم بشكل عام نسبتها قد ايه مثلا، يعني لو بشتري حاجه موجوده عندكم في المعرض وبشتريها من بره تمام. نسبه الخصم قد ايه؟ والله هي مناسبه جدا وهم بيعملوا خصومات للناس وفي متناول العامه، يعني هي مش حاجات باهظه الثمن، يعني مش حاجات ما حدش يقدر، لا هي حاجات في متناول العامه. طيب ده عظيم جدا. تمام. وانا كمكتبه مصر العامه دعمت العارضين، وده طبعا تحت دعم معالي السفير عبد الرؤوف الديدي والسفير رضا الطيفي مدير دعم صندوق مكتبات مصر لاقامه ورش عمل لهؤلاء العارضين داخل مكتبه مصر العامه. يعني هم لو عايزين يقيموا ورش عمل لتعليم صنع هذه المنتجات داخل المكتبة المكتبة مصر العامة تفتح أبوابها لهم لتعليم الآخرين، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب. تمام. كل شكر وحماية هذه المنتجات التراثية من الانقراض. شكرا جزيلا يا فندم دكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة بالدقهلية، ألف شكر لحضرتك. لسه مكملين كلامنا عن المبادرات، دلوقتي مبادرة جديدة ومختلفة لتثقيف وتعليم أطفالنا التاريخ المصري القديم من خلال إعادة إحياء الألعاب المصرية القديمة. الألعاب اللي تم العثور عليها ضمن مقتنيات المقابر المصرية القديمة وتعرفنا عليها من عدد من البرديات. النهاردة هنكتشف تفاصيل أكتر عن المبادرة والألعاب اللي هيتم إعادة إحيائها مرة تانية مع خبيرة التراث الثقافي غير المادي الدكتورة رانيا صلاح. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك؟ يا أهلا بيك بخير والله الحمد لله. الفكرة كويسة، عايزين نتكلم مع حضرتك عن بداية المشروع، أن احنا نتكلم عن الألعاب التراثية وإيه هي الألعاب التراثية. احنا كان عندنا مشروع لإحياء حرفة التطعيم، بالصدف والنحاس والأحجار على الخشب أو على النحاس. وبعدين من المنتجات اللي احنا بدأنا نشتغل عليها الألعاب المصرية القديمة، ولقينا إن في كذا لعبة وأشهرهم لعبة السند، فبدأنا نشتغل على إنتاجها وتطعيمها. يعني مش مجرد يعني منتج لعبة ممكن ننتجه بالتطعيم، وانها يعني اللعبه نفسها ليها فلسفه ومفيده جدا ان احنا عباره عن ايه اللعبه على تعليم الاطفال ليها. فانتجناها بكذا طريقه، انتجناها بطرق ارخص وطرق اغلى وبخامات مختلفه عشان نقدر نتاحها لكل الناس. طيب هي عباره عن ايه اللعبه دي؟ اللعبه دي عباره عن هي تعتبر اقدم بورد جيم على الارض، اقدم لعبه لوحيه على الارض. وهي اللي بعدها طلع منها بقى شطرنج والطاوله وكل اللعب اللوحيه اللي احنا عارفينها. فهي بورد كده 30 مربع متقسمين على 3 صفوف، بتمثل شهر في مصر القديمه. الشهر في مصر القديمه كان 3 عشرات مش 4 اسابيع زي دلوقتي. فالثلاث عشرات دول بيمثلوا شهر بيمثلوا كأنهم اللي بيخرج من اللعبة الأول. يعني هي بيلعبها لاعبين، واللي بيخرج من اللعبة الأول كأنه بيتأهل للحياة الأخرى الأول. الحياة الأخرى هي الرضا، وهي زي النيرفانا، وهي يعني هي فهي لعبة فور فن، ولعبة الناس تلعبها عشان تتبسط بيها، وفي نفس الوقت لعبة تدرب الناس على الحياة بطريقة أفضل. وكنا بنتكلم عن الهدف من اكتشاف مثل هذه الألعاب، وقد يتساءل البعض إيه أهمية إن أولادنا يعرفوا مثل هذه الألعاب؟
ان هم يعرفوا مثل هذه الالعاب، ان هم يعرفوا قد ايه احنا تاريخنا، احنا اصحاب اقدم حضاره واصحاب اهم حضاره اللي منها طلعت كل الحضارات الثانيه. فالحضاره مش مجرد عماره او لا، الحضاره كانت بتغطي كل نواحي الحياه. والحضاره طلع منها، فالناس كانت بتلعب زي ما بنلعب دلوقتي، مش بس كده لا، ده طلع من لعبه الثانيه العاب، كل الالعاب اللوحيه اللي بنلعبها زي الطاوله والشطرنج وكله. والحضاره وكمان اللعبه نفسها ما كانتش بس للترفيه، لا ده كان فيها فلسفة دينية، ازاي بني ادم يقدر يتدرب في الحياة الدنيا على انه يكون مواطن صالح، يقدر يلعب اللعبة دي ويعرف يعيش فلسفة دينية في الدنيا بطريقة افضل، فيقدر ازاي يتأهل للحياة الاخرى. فاللعبة دي اصلا كانت موجودة من ايام الدولة القديمة ويمكن قبلها كمان، بس من ايام الدولة الحديثة بدأت أهميتها الدينية، بدأت أهميتها الفلسفية. فهي اللعبة الناس بتلعبها عادي، ومع ذلك ممكن برضو يعني تتدرب بيها على أنها تبقى مواطن صالح أفضل، يعرف بعد كده يعيش بطريقة أفضل، ويعرف يتعيش بطريقة، لو هو مثلا الاثنين بيلعبوا مع بعض، هي اللعبة اثنين لعيبة بيلعبوها مع بعض، اللي بيكسب هو اللي بيخرج الأول من اللعبة، مش اللي بيقعد، مش اللي بيخرج التاني، اللي بيكسب هو اللي بيخرج بيخرج الأول، هو اللي بيخرج. فلعبة تنافسيتها لو لعبت التنافسية هتخسر، وفي نفس الوقت برضو لو قلت ايه ده دي لعبة بتتلعب بالظهر دي بالحظ بس، ولعبت كده من غير ما تركز ومن غير ما تعمل استراتيجيات ومن غير ما تسعى في العالم هتخسر. فهي بتدعو البني آدم انه يسعى في الدنيا وانه يساعد، مش مجرد لعبة ليها بعد، يشتغل على نفسه طول الوقت. طيب التفاصيل اللي حضرتك بتقوليها دي ازاي عرفتوها؟ هل كل ده مكتوب في البردية؟ لا، هم هو مش بس برديات، هم كانوا بيلاقوا اللعب دي على حيطان المقابر وبيلاقوها هي شخصيا، يعني مع مقبرة توت عنخ آمون لقوا أربعة. اللعبة موجودة لكن فلسفتها ازاي عرفناها وطريقة اللعب نفسها؟ من كذا بردية فعلا، ومن كذا بردية، وطبعا ما حدش متأكد ان هي دي بالضبط نفس القواعد اللي كانت بتلعب زمان، بس من كذا بردية عرفوا يجمعوا القواعد عامة، والقواعد فعلا لايقه اللي طلعت بيها، اللي عرفوا يطلعوها لايقه على الفلسفه الخاصه بيها. فهي الطريقه اللي بنلعبها بيها دلوقتي تعتبر على الاقل كانت قريبه من الطريقه اللي بتتلعب بيها زمان. طيب هل احنا بصدد اكتشاف العاب جديده، هل احنا بنسعى دائما لاكتشاف مثل هذه الالعاب؟ هو في العاب فعلا، في العاب تانية مكتشفه في مصر القديمه، بس لعبه السند كانت الاكثر شهرة والأكثر يعني تواجدا، فاحنا بننتجها دلوقتي بخمس أنواع بننتجها، وناويين كمان نكتب ننتجها بنوعين كمان، احنا بننتجها على الخشب، وبننتجها بالتطعيم، وبننتجها بالأحجار، وبننتجها بالصدف وبعظم الجمل وقرن الجاموس، وبننتجها بطريقة سهلة رخيصة بالام دي اف، بس ان شاء الله ننتجها كمان على الجلد وبالخياميها وعلى ورق بردي باذن الله ان شاء الله. اللعبه الثانيه بعد ما نخلص ده ممكن نبدا نشتغل على لعبه اسمها محن، بس هي اصعب بكتير، فلسه بنشوف ازاي بتتلعب وهنعرف نلعبها بطريقه يعني تفيد الناس فعلا ولا مش هنعرف نلعبها قوي. حلو قوي، طريقه تفيد الناس، يعني لعبه لو هنرجع مره ثانيه لعبه السنت والفلسفه الدينيه اللي كانت موجوده فيها، اعتقد ان احنا ممكن نعملها حاجة بتعلم القيم، يعني في نفس الوقت جزء للترفيه لكن فيها جانب آخر توعوي، يدي مبادئ، يدي قيم، ده ممكن نعمله بالظبط. ده اللي بيحصل، احنا اوريدي بننتج اللعبة وبنعمل فعاليات ثقافية في متاحف مختلفة او عندنا في المكتب او في اماكن مختلفة، بنعلم الناس الصغيرين والكبار ازاي يلعبوها، مش بس بنتيحها. فاحنا بنعمل ده، واحنا برضو احنا بنبيعها بنحط مع العلبة فلسفتها وطريقة لعبها وإزاي الناس تعرف تتعلم منها مش بس إنها تلعبها. شكرا جزيلا يا فندم الأستاذة رانيا صلاح، خبيرة التراث غير المادي، ألف شكر لحضرتك. هنروح مع حضراتكم لموسم حصاد القطن، من أهم الفترات الزراعية طبعا خلال العام، ناس كتيرة كانت بتظبط ظروف حياتها على موسم حصاد الذهب الأبيض زي ما بنقول، وده على اعتبار ان المحصول ده ليه قيمه كبيره جدا للدوله وبيحتاج جهد كبير من المزارعين مع بدايه هذا الموسم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن حصاد القطن السنه دي، اهميه هذا المحصول اللي بيعتبر من المحاصيل الاستراتيجيه للدوله. معانا على التليفون دكتور مصطفى عماره المتحدث الاعلامي لمعهد القطن. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ انا كويس الحمد لله، اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. يا اهلا بيك، كلمنا اكتر عن حصاد المحصول القطن السنه دي.
وان شاء الله يعني الموسم القطن ابتدى الجني بتاعه في محافظات وجه قبلي، على اعتبار ان هي من اولى المحافظات اللي بتزرع القطن في الجمهوريه. عندنا محافظه بني سويف ابتدت الجني، ثم يليها بعد كده محافظه الفيوم والمنيا وسوهاج وخلافه. المساحه اللي هي منزرعه السنه دي عندنا في محافظات وجه قبلي 40,000 فدان 480، ودي كانت زياده عن العام السابق بحوالي 56% من المساحه اللي كانت منزرعه السنه اللي فاتت. معنى كده ان في زياده في اكثر من النص، واقبال من المزارعين على زراعه القطن نتيجه ارتفاع اسعاره واهتمام الدوله به. المزارع حس بالامان ان في وقفه من الدوله معاه بالنسبه لسعر الضمان تحديدا، لان زي ما تعرف السنه اللي فاتت كان سعر الضمان 4000 جنيه ونص، السنه دي 10000 جنيه للامطار الوجه القبلي و12000 جنيه للامطار الوجه البحري. زراعه تعاقديه يعني يا فندم؟ نعم، من الزراعات التعاقديه. في جزء منه من الزراعات التعاقديه اللي هو فيما يخص زراعه الاكثار. احنا السنه دي زارعين 70,000 فدان اكثار من ضمن المساحه الاجماليه اللي هي 311,000 فدان. بيتم عمل عليهم التعاقدات على اساس ان هي دي اللي هناخد منها بذره للعام القادم ان شاء الله، ان احنا نزرعها ونتوسع فيها في المساحات الاخرى ان شاء الله. طيب الدكتور مصطفى، القطن من المحاصيل اللي بتتاثر بدرجات الحراره المرتفعه، ازاي اتعاملتوا مع هذا الامر خلال هذا الموسم؟ بص، هو معروف على مستوى التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره ان اغلب المحاصيل كلها بتتاثر بالموضوع دوت، ولكن القطن باقلهم تاثرا. خلينا نقول ان زياده درجه الحراره اكثر من اللازم، انه اعتقد انه قبل التزهير لو درجه الحراره ارتفعت قوي اعتقد ده بياثر على انتاجيه هو بياثر على كله، ولكن بيكون في محاصيل بتتحمل الزياده في درجه الحراره. هي المشكله الوحيده اللي كانت معادلنا هذا العام ان كان في زياده في درجه الحراره مع درجه الرطوبه العاليه، ودي يعني احنا بصدد الكلام على محافظات الصعيد اقل تاثرا من وجه بحري عشان الجو جاف هناك. احنا الحمد لله من اول ما ابتدت هيئه الارصاد الجويه تعلن ان في موجه حراريه وتوقعات الارصاد الجويه، احنا بدانا بالفعل في معهد بحوث القطن ووزاره الزراعه نزلنا توصيات ونشرات خاصه بهذا الجزئيه، ازاي احنا هنتعامل سواء برش محفزات النمو، عدم رش المبيدات وقت الظهيره، الري يكون فيه اعتدال فيه، ونزلنا للمزارعين من خلال القوافل الإرشادية والبرامج سواء في التلفزيون أو الراديو أو المعلية المقروءة. نزلنا وعملنا ندوات إرشادية للمزارعين وفهمناهم إزاي هيتعاملوا، ويمكن هو ده اللي خلى التأثير بتاع الموجة الحرارية يكون أقل تأثرا. ليه؟ لأن أنا طالما استعدت للموضوع دوت بيبقى فيه تأثير أقل، ولكن هذا لا يمنع يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني في بعض المناطق اتأثرت صحيح ولكنها بنسبة أقل. طيب ده جميل جدا. دكتور مصطفى، حضرتك اتكلمت عن إنتاجية وجه قبلي، عايزين نتكلم عن إنتاجية وجه بحري بقى من القطن، وهل الجودة مثلا من الممكن تختلف؟ هل إنتاجية الفدان من ممكن تكون أعلى مثلا في وجه قبلي عن وجه بحري؟ هو شيء طبيعي إن في اختلاف في طبيعة الأصناف اللي هي موجودة في المنطقة البحرية والمناطق القبلية. احنا عندنا في صنفين، صنف 98 وصنف 95، دولت اللي بيزرعوا في وجه قبلي، تمام، ودولت اللي هم بيناسبوا المغازل المحلية وفق الخريطة الصنفية. نعم؟ وفق الخريطة الصنفية 95 و98 دولت الانتاجيه بتاعتهم بتتراوح ما بين 8 ل 12 انتار للفدان، وده يمكن الحقل الارشادي اللي احنا جنيناه في محافظه بني سويف كان الانتاجيه بتاعته 12 انتار، وبتناسب الظروف الجويه اللي هي درجات الحراره العاليه وخلافه. بالنسبه للوجه البحري احنا عندنا مجموعه كبيره من الاصناف من اول 92 و93 و94 و96 و97 و86، دولت اللي هم بينزرعوا في وجه بحري، احدثهم الصنف جيزه 97 وده مزروع في الاليوبيه والغربيه والمنوفيه وكفر الشيخ في بعض المراكز والشرقيه في اربع مراكز فقط.
الحقيقه احنا متوقعين السنه دي من ال 311 الف فدان ان احنا يكون عندنا ما يقرب من 1,800,000 ل 2,2 مليون انطار هذا العام ان شاء الله. وده اللي هيبان بعد نهايه الموسم التسويقي باذن الله. هيبان الجزء ده لان احنا عندنا منظومه التسويق والتداول القطن الجديده اللي الدوله منتهجاه منذ 5 سنوات هتفتتح ان شاء الله الشون بتاعت البنك الزراعي في نهايه هذا الشهر في وجه يبلي ونهايه الشهر القادم في وجه بحر ونبتدي توريد الاقطان عشان المزارعين يستفادوا بالسعر التنافسي الجديد اللي هو الدوله اقرته هذا العام. وان شاء الله نتوقع اسعار كويسه وممتازه ان شاء الله ويعني كل هياخد حقه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ده مهم جدا ومما لا شك فيه ده بيعكس طبعا اهتمام يعني التوسع في زراعه القطن بيعكس اهتمام الدوله بهذا المحصول الاستراتيجي المهم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى عماره المتحدث الاعلامي لمعهد القطن. دلوقتي هنروح لمحمد عبده معاه اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. شكرا ليك يا شاذلي. إلى موجز وأهم أخبار الرياضية محلياً وعالمياً. رابطة الأندية المصرية كشفت عن اختيار محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أفضل صانع ألعاب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 وفقاً لتصويت الجماهير. مجلس إدارة اتحاد الكورة استقر على إسناد نهائي بطولة كأس مصر إلى حكام مصريين في المباراة المقرر لها يوم 30 أغسطس الجاري باستاد برج العرب باسكندرية. نادي البنك الأهلي أعلن عن التعاقد مع أحمد ياسر ريان لمدة 3 مواسم قادمة من سيراميكا، كمان أعلن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا لمدة 2 موسم. نروح لمنتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة اللي فاز على المنتخب الكيني بنتيجة 3-0 في إطار 3 مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس، وحتستمر البطولة حتى يوم 31 أغسطس الجاري. أما منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة فاز على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 في إطار 3 مواجهات البطولة الإفريقية المقامة في تونس اللي هتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري. في الدوري الإسباني لكرة القدم فريق فياريال فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025. بالنتيجة دي يتواجد فريق سيلتا فيجو في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق فياريال في صدارة جدول الترتيب برصيد يصل إلى 7 نقاط. في الدوري الإيطالي فريق يوفنتوس فاز على هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الموسع الجاري 2024-2025. الدولي الكولومبي خوان كوادرادو انضم إلى نادي أتلانتا الإيطالي رسميا في صفقة انتقال مجانية لمدة 1 موسم وده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده بعد انتهاء عقده مع فريق انتر ميلان في يونيو الماضي. نادي رايو فاليكانو الإسباني أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الكولومبي جيميز رودريغيز في صفقة انتقال حر ووقع عقد لمدة 1 عام مع النادي الإسباني مع خيار التمديد لموسم آخر. بكده خلصت نشرتنا الرياضية، بنروح لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عليه أفضل الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف بيكون عندها تصرفات سلبية، تصرفات ما فيش شك المجتمع بيرفض مثل هذه التصرفات، ومش بس في مجتمعنا، هي تصرفات مرفوضة في العالم كله، وأكيد كمان الدين بيرفض مثل هذه التصرفات وبيحذر كمان منها. زي مثلا وبنتكلم احنا يمكن في الموضوع ده كتير، سرقة التيار الكهربائي. طبعا المنطقة اللي انت بتكون ساكن فيها بيبقى مخطط ليها عدد من الوحدات معين بيستهلك كهرباء بشكل معين، فسرقة التيار الكهربائي بتؤدي إلى زيادة الضغط على هذا المرفق، فيؤدي بقى إلى انقطاع التيار الكهربائي أو من الأشكال المختلفة
لمثل هذه الامور. برضو من ضمن الحاجات فكره بعض الناس بيكون في الدوله طبعا عملت بعض الوحدات مدعومه، وحدات سكنيه مدعومه لمستحقي هذا الدعم، فبنلاقي ان بعض التصرفات برضو ان هو ياخد هذه الوحده السكنيه وهذه الشقه ويبتدي يعرضها للبيع للاسف. برضو من ضمن هذه الاشكال برضو التهرب من سداد مستحقات الدولة. كل هذه الأشياء والأمور بيرفضها الدين رفضا قاطعا. عشان نفهم أكتر معانا فضيلة الشيخ أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف، منورنا عشان يجاوبنا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير وأهلا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، منورنا شيخ أحمد. يا أهلا بيك. يا أهلا بحضرتك. طيب في البداية عايزين نعرف رأي الدين في مثل هذه التصرفات. بسم الله الرحمن الرحيم. باعتبار ان احنا بدأنا الفقرة بمدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله. ثم نهاجر على مستوى الروح والنفس والمشاعر إليه لنقطع هذه المسافة الزمنية الكبيرة أكثر من 1400 سنة، ونعرض هذه المسألة عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة المال العام جريمته أكبر من جريمة المال الخاص، بمعنى لما واحد يسرق واحد إذن فهو قد تجاوز في حق فرد، أما إذا سرق 105 مليون إذن فهؤلاء جميعا يوم القيامة سيأخذون حقهم منه، حتى وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام من كتمنا مخيطا، حتى وإن كان إبرة صغيرة. يعني لو واحد خد إبرة من المال العام فإذا فخصيمه يوم القيامة مش شخص، هي دولة، والدولة تعني كل أفرادها، فكل من تضرر من ذلك فلا شك أنه سيجده يوم القيامة على رأسه. أين ذلك؟ أين هذا الأمر؟ وفي الحديث الصحيح كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين فيرفع لكل غادر لواء، فكل واحد غدر وخاصة في مسألة الغدر العامة فيرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال من كتمنا مخيطاً جيء به يوم القيامة، وقرأ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وعليه هذه المظاهر السلبية التي نراها في مجتمعنا المتمثلة في استحلال المال العام بدوافع مختلفة، لا شك أنها جريمة، جريمة سرقة، والسرقة جريمتها معلومة في القرآن الكريم ومشدد عليها، وجريمة خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة للأمانة، خيانة للأمانة، وخيانة الله وخيانة الرسول باعتبار أننا تمردنا على تعاليم الله والرسول، باعتبار أن هذا الشخص انسلخ من الإيمان وانسلخ من تعاليم الإسلام. وأماناتكم اللي هي فكرة المية خمسة مليون اللي هم حيختصموه يوم القيامة. ومثل هذه الذنوب ومثل هذه الأمور كبائر لا تغتفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وإرجاع الحقوق صعب جدا. هو اللي سرق تيار كهربائي يرجعه إزاي؟ مشكلة. فإذا الجريمة دائما يعني. الجريمة التي لا تعرف ولا تستطيع أن ترجع فيها أو أن ترد حقها هذه جريمة صعبة. إذن فهو صعبة. آثم مش آثم بس ده في مشكلة كبيرة، في مشكلة عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا أي حد بيعمل هذا لازم يفكر مرارا وتكرارا على مستوى الإيماني في هذا الموضوع. طيب حضرتك اتكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان الصحابة يتعاملون في هذا الأمر في الحفاظ على المال العام، وإزاي كانوا بينصحوا الناس بهذا الأمر؟
كان المال العام، المال العام في الوقت ده حيث كانت الدولة بدائية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ مجتمعا راشدا، تحول هذا المجتمع إلى دولة فيما بعد في عهد عبد الملك بن مروان، لما صك بقى اقتصاد حر وبقى في صك للمسلمين، صك مال يعني. فالشاهد هنا أن كانوا يحافظون على المال العام المتمثل في الراعي، فما فيش حد ياخد أكتر من حقه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ينزل، وسيدنا عمر بالذات كان في كتاب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كان طبعه مجلدين اسمه لن تلقى مثل عمر، لأنه هو فارق كبير في تاريخ المسلمين وفي تاريخ أمتنا، لأنه هو اللي دون الدواوين وهو اللي عمل ما يسمى المؤسسات المدنية. فكان ينزل في السوق يراقب إيه بقى، يشوف الإبل السمان اللي بترعى ويتحرى هي بقت سمينة ليه، من حلال ولا من حرام؟ تخيل والله يعني تخيل. علمنا ما في بداية مبكرا ما تسمى مراقبة الدولة أو الرقابات الإدارية. شوف تخيل إن هو مثلا وجد إبلا سمانا في السوق فقال لمن هذه الإبل السمان؟ قال لعبد الله بن عمر، عمل طوارئ على طول، تعالى عبد ابنه من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قال والله يا أمير المؤمنين أنا اشتريتها بحر مالي وما حدش جاملني فيها، وبعدين أنا بعتها لزي ترعى زي. قال له طب سمنت ليه أكتر من الناس؟ ما هو إذا أنت بقى يقول الناس أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، أرعوا إبل ابن أمير المؤمنين، وخد قرار بأنه أعطاه بس اللي هو رأس ماله، شبهات فساد مالي وإداري، مالي وإداري. فإذا الشاهد كان هناك نماذج مشرفة في تاريخنا، لكن في المقابل أنا دايما أحب أن أنزل إلى الواقع لأرفع بصماته قبل ما نتكلم عن الدين أو نتكلم عن المعالجات المختلفة. فعلى سبيل المثال أنا عايز أروح للراجل ده اللي سرق التيار الكهربائي، تمام، أو اللي خد الوحدة وراح بحها أو راح أجرها في الباطن، تعالى أعمل معاه حوار بجانب طبعا الإجراءات القانونية. أنا عايز النهاردة إجراءات الوعي بقى، تمام، عايز إيه إجراءات الوعي، إيه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ إيه السبب اللي خلاك تعمل كده؟ هيقول لك الآتي. رقم واحد، أنا مضطر. يقول لك أنا أصلنا مضطر، وبالتالي الجواب عليه إذن هل تسمح لك، هل يسمح لغيرك تحت تأثير الاضطرار أو تحت تأثير الظروف أن ينتهك مالك؟ هل يسمح؟ أنت ما دام أنت النهاردة طبعا أنت النهاردة بتقول أنا مضطر وأنا معيش فلوس وأنا محتاج كذا. طيب أنا عايز أسألك سؤال بقى حضرتك، هل بما إن هذا العذر اللي أخدته يعتبر ذريعة أو شمسية إن أنت تجاوزت في حق الآخرين وتجاوزت في حق 105 مليون، هل بعد إن ممكن لو واحد جه وتسلق على بيتك أو انتهك عفوا عرضك وهيقول لك ظروف وهيقول لك برضو ظروف إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا ما أعطيت لنفسك عذرا فلتعلم أن لغيرك ألف عذر نحوك. وبالتالي هنا بقى الدنيا تتعدل عشان تاخد بالك من هذا الموضوع. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هيقول لك أصل ده مال عام وما فيش حد ومن قال لك أن المال العام ليس له ملكية؟ ده ملكية المال العام أشد حرمة من ملكية المال الخاص، لأن ملكية المال الخاص خصيمك واحد، أما ملكية المال العام فخصيمك كما قلت عشرات ملايين. ده دلوقتي ده في الوقت الراهن، لكن أكيد الحاجات دي مقدرات الأجيال اللي جاية كمان، ومقدرات الأجيال اللي جاية. ما هو أنت دلوقتي النهاردة لو ما تشوف المنظومة اللي القرآن الكريم من خلالها عالج الفساد والإفساد، يعني كلمة في القرآن الكريم في معنى الصلاح والإصلاح. صلاح يبقى أنت راجل كويس، تمام، بس الأعظم الإصلاح. وفي مفهوم الفساد أنت فاسد في نفسك، لكن الأشد الفساد. شوف تخيل يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض سعى، وإذا سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. خطورة الرجل ده إيه بقى؟
خطورة الرجل ده مش حامل الفيروس وساكت وخلاص فضرره، ده بينشر الفيروس. ده واحد حامل الفيروس وبينشر الفيروس، فإذا هذا أشد خطورة من هذا الفاسد الذي يحمل الفيروس ويكتفي بنفسه وخلاص وانتهى الموضوع فضرره على نفسه. ما تشوف هذه المنظومة في القرآن الكريم تجد العجب العجاب، كيف أن القرآن قد وجهنا وقد نجح القرآن الكريم في إصلاح القيم في أزمنة كثيرة، وإحنا في أمس الحاجة إن إحنا بهذه المنظومة القرآنية إن إحنا ممكن عن طريق الوعي والضمائر وخطب الجمعة والدروس بتدريب جيد وبخطاب شيق، تحويل الخطاب الديني وخطابات الوعي المختلفة من خطابات وعظية أو خطابات جامدة أو متقعرة أو خطابات شكلية لإنتاج تدين شكلي إلى خطاب يشتبك مع يشتبك لصالح القيم ولصالح الأخلاق. طيب وحضرتك بتقول إن أنا بتنزل على الأرض عشان تعرف السبب فتناقش اللي عمل فعلة زي دي، فهيقول لك مثلا مرة الظروف، بعض الناس ممكن يقول لك هي جت عليا، يعني هو أنا اللي فارق ده، ممكن حضرتك ترد عليه تقول له إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، ولكن إذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساء الناس فأحسنوا. لأنه مدام إحنا بنؤمن بالآخرة، وأول آيات في سورة البقرة يقول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إحنا نوقن بأن في آخرة، وإن إحنا حننزل القبر، وإن ربنا حيحاسبنا، وإن إحنا سنقف أمامه يوم القيامة. كل الذنوب التي بينك وبين الله مجرد أن تقول يا رب، يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فغفرت له. لكن يا جميل هتعمل إيه مع ذنوب العباد؟ إذن أنت في ورطة. طب هتعمل إيه لما أنت عملت حاجة ما أنتش عارف ترجع، يعني أنت مشيت في طريق وصعب جدا الرجوع، الرجوع عشان أنت تصلح اللي أنت عملته، ماذا ستفعل إذن؟ فإذن لابد أن نضع في اعتبارنا أن حتى وإن هلك الناس، حتى وإن كثير من الناس انتهجوا هذا النهج، ليس مبررا، لأنك ستحاسب وحدك يوم القيامة. صحيح. أمام رب العالمين، ويعاتبك الله جل جلاله يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الأمر الآخر المهم أن الخطاب الديني وحده لا يستطيع أن يعالج تلك الظواهر، لا بد من تحالف الخطابات المختلفة، الخطاب الإعلامي، الخطاب الفني. يعني لو عملنا أعمال صغيرة كده زي المشاهد البسيطة التي تحذر من هذه الموضوع، كنت زمان في التلفزيون المصري هذا المبنى العريق، كنا وإحنا أطفال في الثمانينات نسمع مثلا عن حملة شلل الأطفال، محمد رضا، محمد رضا وكريمة مختار، محفورة في في حتى الآن. هذه المشاهد محفورة فيها. لو كمان والبلهارسيا وإعلانات البلهارسيا طبعا، وإزاي أن أنت تتعامل مع الترعة التوعية بشكل عام. إذن الخطابات المختلفة يمكن أن تتحالف من أجل إبراز الوعي، وعشان الناس تفهم، لأن كثيرا من الناس في غفلة قد يفعلون ذلك تحت تأثيرات مختلفة وهم في غفلة. طيب سريعا في 30 ثانية، لو أنا بلغت عن حاجة أنا شفتها هل ده غلط؟ يعني من إيه؟ من رأي الدين، يعني أنا شفت مثلا واحد بيسرق طيار ورحت بلغت عنه، ده واجب، ده واجب، واجب، لأنه ده جريمة. والخطأ لا يسكت عليه مهما كان، لأن دي الأمانة بقى، دي الأمانة. لا دين لمن لا أمانة له. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وده بقى مفهوم الإصلاح، مفهوم الإصلاح. تمام. والفرق ما بين الصلاح والإصلاح. وصلت الصورة. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا فضيلة الشيخ أحمد تركي من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مشاهدينا دلوقتي ميعاد موجز لأهم الأخبار مع محمد، تفضل يا محمد. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري، لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل دولتين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره البلغاري رومن راديف. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ للمساعدات الإنسانية. من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية على عدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح الفلسطيني أو محور فيلادلفيا. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين وينسق جهوده مع الشركاء في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك أكد البيت الأبيض أن واشنطن تتوقع أن تتواصل مفاوضات الهدنة بشأن قطاع غزة لعدة أيام مقبلة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن المفاوضين مجتمعون في الوقت الحالي في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا شاملة بالمنطقة وتفعل كل ما في وسعها لمنع حدوثها. ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن كان مطلعا على التطورات بين حزب الله وإسرائيل وقت حدوثها، مشيرا إلى أن إيران لا تزال مستعدة وجاهزة لمهاجمة إسرائيل. من جانبه أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتنفيذها. وشدد الوزير خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي على أن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير بالمنطقة والذي تشهده كل البلاد وقد يقود إلى حرب إقليمية. هذا وأدان الوزيران بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وتحريضا مرفوضا يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانته والتصدي له. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمان بن-غفير معتبرة أنها دعوة علنية وصريحة لهدم المسجد المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه. وأدانت الوزارة اقتحامات المتطرفين للمسجد وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التحريض الذي يمارسه بن-غفير وغيره، خاصة إدخال ساحة الصراع في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا وتمت إصابة جميع الأهداف. انتهى موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. جملة بنسمعها من واحنا صغيرين، الوقاية خير من العلاج، لكن هل بنعمل كده؟ ده المهم، انك يعني تحاول تحافظ على جسمك قدر الامكان، تشرب ميه باستمرار، وزي ما بنقول في الحر مثلا ما تتعرضش لأشعة الشمس المباشرة، تبتدي شوف الوظائف الحيوية بتاعت جسمك ازاي تقدر تظبطها، وازاي تقدر كل ده الهدف منه طبعا هو الحفاظ
على صحة الإنسان وعلى حياتك، وحفاظ مهم جدا لأنه تقوية جهاز المناعة، الحفاظ على جهاز المناعة بيحمي الإنسان من الأمراض المعدية، بيقدر يقاوم بعض الفيروسات المنتشرة. لكن إزاي تقدر تعمل ده؟ إزاي تقدر تحقق الوقاية دي؟ إيه أهمية ما تقوم به الدولة من مبادرات مختلفة للحفاظ على صحة المواطنين؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي في فقرتنا من الدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية اللي منورانا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. أهلا، يا أهلا بحضرتك. منورانا يا فندم. منور بيك. أهلا وسهلا. في البداية، إيه هو مفهوم الوقاية؟ الوقاية اللي هو إن أنا قبل ما يحصل الخطر أكون واخد احتياطاتي. جميل جدا. مش أستنى ما يحصل وأعمل مواجهة للأزمة، لا، ده أنا أواجه الأزمة من قبل ما تحصل في أي شيء. لكن وقاية الجسم دي أهم حاجة، لأن أغلى ما منحنا الله هو الصحة، فمهم قوي فعلا. زي ما بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فإحنا مهم قوي أن نحافظ على هذا الكنز. Health is wealth. ثروتنا الحقيقية هي صحتنا. صحيح. وعشان نتأكد من ده، ربنا يحفظنا جميعا ويشفي جميع مرضانا يا رب، ادخلوا يوم واحد بس في مستشفى زيارة مريض ولا حاجة، هتتأكدوا فعلا ان احنا في نعمة كبيرة جدا. علشان في الجو ده كمان متأثرين جدا، فبنحاول بقدر الإمكان ننشر هذا الوعي. طيب ازاي نقدر نعمل كده فندم؟ ازاي نقدر نحافظ على صحتنا؟ ازاي نقدر نحافظ على جسمنا، الوظائف الحيوية بتاعت الجسم تكون بشكل طبيعي؟ الحقيقة حددت لنا الأمم المتحدة لكل العالم 17 هدف، ثالث هدف منهم هو الصحة والرفاء. يعني دي أهداف التنمية المستدامة. دي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يجي معاها بقى خطة مصر بقى ورؤيتها 2030 بتتماشى مع هذه الأهداف. تمام. وهذه الخطط، يعني الغايات اللي احنا المفروض عايزينها. بنحدد من أهمها محور الصحة، من أهمه مثلا تقليل عدد الوفيات في الأطفال دون الخامسة، تقليل عدد الأمهات ووفياتهم. ده مهم قوي إن أنا يعني استباقيا أجهز نفسي إن ما يحصلش حاجة زي كده. الأمراض اللي هي الغير معدية، اللي هي بنقول عليها السرية الغير معدية، دي الغير سرية الغير معدية، دي مهمة جدا. هي زي السمنة طبعا، وهو مرض الأمراض. وبيلي بقى بعديه السلسلة الكبيرة من السكر والضغط وارتفاع دهون الدم وكل ما يأتي في هذه القائمة من أمراض، تقريبا 220 مرض يخلفوا بس للسمنة. فدي من أهم المحاور اللي المفروض بنركز عليها جدا. من مهم قوي برضو محاربة التدخين والمخدرات، مهم التطعيمات بالنسبة للأطفال، كل دي حاجات وقائية علشان ما يحصلش الأزمات. طيب عظيم جدا. مهم برضو نعرف من حضرتك الايه يعني السبل اللي اتبعتها الدوله خلال الفتره اللي فاتت في الحفاظ على، يمكن حضرتك ذكرت فيها عمريه معينه اللي هي الاطفال دون سن الخمس سنوات، والحفاظ على الامهات والحوامل وده. كان ايه السبب يا فندم اللي بيؤدي لده، والدوله عملت ايه في هذا الاطار؟ ان في فتره زمنيه سابقه كانت طبعا دي حاجات ايام الولادات ما كانت خارج المستشفيات، وما كانش في التزام بالتطعيمات، الحاجات دي قديمه هيستوري يعني، كانت بقت خلاص. لكن احنا دورنا، انا اتشرف اني في المعهد البحوث الطبيه والدراسات الاكلينيكيه، واحنا يعني معهد من 14 معهد في المركز القومي للبحوث. فده حاجه مهمه جدا. احنا دورنا بحثي اكلينيكي، ولينا دور خدمي، يعني بنقدم برضو خدمات طبيه. تمام. من خلال الخدمات الطبيه ومن خلال ابحاثنا بننشر هذا الوعي، وبنعمل حاجات زي ماركرز او حاجات دلائل، حاجات تبين لنا امتى هيحصل المرض. وعن طريق استخدامات كتيره زي اهمها دراسه الجينوم المصري مثلا. تمام. ودراسه بعض المواد اللي تانتيسيبيت او تاكسبكت، اللي هو التوقع. التوقع بان يحصل حاجه قبل ما تحصل. وده بقى قمه العلم، وهو ده اللي الواحد يستخدم ابحاثه في التطبيق. انا الحقيقه بزعل جدا لما يبقى عندي كم كبير من الابحاث، وطبعا الباحثين اللي عندنا ما شاء الله، احنا اكبر معهد في المركز، فعدد كبير جدا من الباحثين عشان يترقوا بيعملوا ابحاث كتير وبتتنشر، يستفيد منها طبعا، وبتتنشر دولي. الحقيقه كل هدفي التطبيق طبعا. يعني ما فيش الابحاث حبيسه الادراك دي لا قيمه لها. يا فرحتي بيها ان هي عماله تتنشر وتتوزع، ويتعمل لها حاجه اسمها سيتيشن او استشهاد. ودي كل ما الاستشهاد بالبحث بتاع حضرتك اكتر، كل ما قيمتك البحثيه تزيد. طبعا طبعا. طب انا مرجعيه لابحاث ثانيه، يعني انا كمصر استفدت ايه؟ يعني انا كدوله بقى استفدت ايه؟ انا عايزه اخد هذا البحث اطبقه في شيء. ويا سلام لو شيء كمان يلمس بقى حاجات المواطن المصري،
يعني حاجات زي في التغذية، حاجات في مثلا تصنيع كمان، يعني حاجات الصناعات الدوائية مهمة قوي، حاجات تفيد المصري ويحس المصري ان فعلا في علماء بيشتغلوا وبيبحثوا عشان يخلوا مثلا يشخصوا له مرض بدري قبل ما يحصل. دي بقى رائعة يعني. وانا بشكر الحقيقة هنا المبادرات الرئاسية. المبادرات دي انا فاكرة ان بعض الاطباء، يعني الطبيب ده المفروض اكتر واحد مخلي باله، كانوا بيعدوا بس قدام المبادره كده يقولوا طب ما نروح نقيس الضغط والسكر، يلاقوا عندهم والله. وكانت دي البدايه. الحمله الحقيقه التهاب الكبد الوبائي سي دي يعني الحقيقه ان احنا قضينا عليه، دي حاجه كويسه قوي. فيما بعد في حاجات كتير بنكتشفها يعني مع العلم الزياده ومع نشر هذا العلم والوعي، وطبعا وسائل الاعلام لا ننكرها، ده بيفرق قوي. الناس دلوقتي، هل كان زمان في تخصص التغذيه العلاجيه منتشر كده؟ ما كانش حد يعرفه. كان في يا بطنه يا جراح يا نسا. طبيب وجراح ومولد، ما فيش كده. كان اكتر حاجه يحطوا ششم في العينين ولا حاجه علشان عينيهم وخلاص على كده. دلوقتي في تخصصات كتيره وتخصصات نادره، ونعرف من قبل ما يحصل المرض. وتخصص التغذيه العلاجيه ازاي اغذي المريض عشان يبقى سليم، مناعته قويه، وكمان علشان لو حصل مرض المشاكل ما تطلعش، ولو لا قدر الله حصل يعني خلاص المرض ومشاكله، نتعامل ازاي بالتغذيه السليمه على تقليل هذه المضاعفات. طيب دكتور، احنا دايما في جمل كده بنسمعها من احنا صغيرين، الوقايه خير من العلاج، العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. لكن ازاي نفعل مثل هذه الامور بحيث انه انا مثلا ابقى عارف ومتاكد فعلا ان انا لو مارست رياضه فانا بحافظ على جسمي؟ بالظبط، هو ان احنا يعني التوعيه دي نمره واحد. ان انا اعرف، في ناس كتير تقول تخيل ما كنتش اعرف ان السمنه المهدرجه غلط مثلا. ناس ما كانتش تعرف لحد دلوقتي. لا في ناس كتير. في ناس كتير، ولسه امبارح حد من القامات يعني بيقول انا بشتري حاجه معينه مكتوب عليها دهن نباتي. قلت له انا مش عايزاك تاخد الدهن النباتي ده، الدهن النباتي لازم يكون سائل في درجه حراره الغرفه العاديه. لكن لو دهن نباتي صلب، يعني زيت بقى مهدرج في درجه حراره الغرفه، يبقى صلب. معنى كده ايه؟ مع تكرار استخدامه بيعمل تصلب شرايين، وبيعمل اكسده في الجسم، وممكن سرطانات. طب ما دي ده وعي. هو ده بقى تقدم السن كمان تاثيره هيكون اكبر واكبر. بالظبط. الحاجات المصنعه، اللحوم المصنعه كتير، الحاجات المواد زي المونوسوديوم جلوتاميت او احادي جلوتاميت الصوديوم اللي بيبقى فيه اضافات كتير على الحاجات المصنعه. الامهات لما بتعرف ده بتبتدي تقرا القيمه الغذائيه اللي ورا كل حاجه منتج. لو الطفل خد منها كتير بشكل تراكمي اكيد هيظهر عليه حاجه. وابتدينا يظهر بقى حاجات زي الـ ADHD او اللي هو قله الانتباه وكثره الحركه، الاوتيزم، حاجات كتير من صعوبات التعلم، العصبيه الزايده، كتير اللي سمع والسمع والرؤيه تاثروا، حاجات نفسيه. ابتدينا نلاحظ الحاجات دي. طب ده كله جاي منين؟ ابتدينا نستخلص ان في بعض الحميات الغذائيه المعينه بتقلل من عصبيه الاطفال، وبتقلل من الناحيه اللي هي الهجوميه. او زي ايه مثلا يا فندم؟ وهل الامهات بقى عندها وعي بحاجه زي دي؟ شوف حضرتك، انا عن طريقنا احنا كبحاث وكعلماء واطباء بنحاول. تمام. امتى بقى هي وورد اوف ماوث، او ان انا انقل يعني وسيله اعلام، عياده، مركز بحثي بيكون تابع ليه عيادات، يعني احنا تابع لينا المركز التميز الطبي ده. مركز ما شاء الله فيه عيادات كتير بتخصصات، باشعات، بتحاليل، تحاليل وراثه، وحاجات مهمه جدا. بنعمل بقى زي اويرنس او توعيه للامهات، ان انا اكلمها بلغتها. اقعد اكلمها بلغتها واشرح لها ياكل ايه ويحط ايه على ايه ونبعد ايه ونقلل ايه. في تغيير السلوك برضه، حاجات كتير قوي بنعلمهم ازاي يعاملوا الاطفال. يعني الحاجات دي الحقيقه ده مكان حكومي طبعا، ومن حقي ان انا اعمل ليه طبعا فخر كبير جدا ان في بلدنا في هذا الصرح، المركز القومي للبحوث يتبعه المعهد اللي انا الحمد لله اتشرف ان انا رئيس عميد المعهد، معهد البحوث الطبيه والدراسات الاكلينيكيه. بنجري فيه كل الفحوصات اللازمه كمان قبل الزواج مثلا. تمام. دي حاجة مهمة. الطفل أول ما في رضاعة طبيعية، إزاي نعلم الأم فايدة الرضاعة الطبيعية وتعمل إيه للطفل مثلا. حاجات زي ما قلت لحركة السلوك، كل الأمراض بقى، الكبد الدهني وانتشاره حاليا. أنا بستغرب إن الكبد الدهني في ناس رفيعة نحيفة. ليه؟
من العادات الغذائية من العادات الغذائية والدهون. فإحنا بنحاول نعمل ده من خلال دورات، من خلال نشرات، من خلال مؤتمرات، من خلال لقاءات إعلامية، من خلال مجرد أن أنا أقعد مع المريض ببال طويل. هي دي المشكلة برضو، الوقت بقى سريع والناس بتلجأ لمصادر معلومات غير صحية على الإنترنت أو حاجة، أو أدوية غير سليمة. لسه كنت بقرأ مقال عن أدوية الرجيم أو التخسيس الغير مرخصة، الحقن كمان المنتشرة اللي بياخدوها حتى من غير إشراف لو مع طبيب. لسه جاي لحضرتك بقولك بياخدوها من غير إشراف طبي للأسف. لكن جميل جدا يكون عندكم في المعهد هذا الجانب التوعوي لله. وتحاولوا تنشروا أكتر. أنا متبنية الموضوع ومركزة فيه، وإن شاء الله بإذن الله تنشروا أكتر وأكتر، يكون في ترويج للموضوع أكتر على صفحتكم حتى على الفيسبوك. أكيد عندكم طبعا منصات مختلفة للتواصل مع الناس، أرقام التليفونات، نتواصل مع الأمهات، نتواصل مع المؤسسات والهيئات والجامعات الأخرى، ما ده برضو مهم. طبعا طبعا أمهات برضو موجودين وعندهم أطفال، فإزاي يقدروا يوعوهم حتى لو الأطفال طلبوا منهم أن هم مرة واثنين يأكلوا من برة، ده مش معناه أن يكون ده الطبيعي، عشان ده ليه تأثيرات. إزاي يقروا الإرشادات اللي موجودة في العلبة، في آخر العلبة، ده ظهر البحث العلمي، في ظهر العلبة بيبقى طبعا مكتوب إرشادات كتيرة جدا إزاي نتبع ده، إزاي كمان نخلي أولادنا يحاولوا قدر الإمكان ما يكونش في نوع من التلاصق، يكون في نوع من التباعد بينهم وبين زمايلهم، لأنه ده برضو بيقي من الأمراض. المناعة طبعا مهمة قوي، يعني سوء التهوية من أهم الأسباب انتشار العدوى، وخصوصا في الأطفال وفي فصول طبعا المدارس داخله اهي. فنخلي بالنا قوي ان يبقى في تهويه، ونعلم الاطفال في المدارس ازاي العادات الصحيه، وحتى الكبار والله دلوقتي برضو مع انتشار الفيروسات الجديده دي. الفيروسات بقى بتتحور، ما هي بتاخد شكل فاحنا ما نتخضش. يعني برضو في نقطه اليومين دول الناس كلها منزعجه وكده، لا احنا بناخد احتياطاتنا، بس بناخد احتياطاتنا بايه؟ ان احنا نعيش حياه صحيه، التهويه السليمه، الحاجات اللي هي النظافه الشخصيه، الحاجات البسيطه بس. الارواء الدائم ده لازم يبقى فيه ميه، خصوصا في فصل الصيف، التغذيه السليمه. في الحاله دي هتبص تلاقي حضرتك عملت بروتكشن، او عملت زي ايه وقايه او حفاظ على جسمك من كل حاجه، من مداخل كلها. طب ده مهم جدا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار طبعًا كمان. طبعا طبعا، بس الأطفال بتبقى جهاز المناعة عندهم قوي شوية، وانتشار الفيروسات أسرع. جيتي لنقطة مهمة جدا، موضوع جهاز المناعة ده. في بعض المتخصصين يقولوا مفيش حاجة اسمها تقوية جهاز المناعة، ده مصطلح خاطئ. المفروض جهاز المناعة بيعمل بطريقة معينة، لا هو قوي ولا هو ضعيف، ده صحيح؟ لا طبعا، في حاجات مؤثرات بتبقى عليه، ممكن مؤثرات جينية، مؤثرات بيئية، ممكن حاجات كتير قوي بتأثر عليه. التغذية مهمة جدا. فجهاز المناعة هو احنا بنتولد بيه من الأمهات، طبعا بنصح بالرضاعة الطبيعية عشان هي دي مصادر المناعة. والطفل بياخد من أمه مناعة، يعني لو جالها دور برد وخدت مناعة منه بياخد الطفل هذا المناعة. لكن طبعا التغذية مهمة قوي، عليها دور، والبيئة المحيطة عليها دور كبير. فإحنا بنحاول طبعا التطعيمات بناخد بالأسباب طبعا، ففي تطعيمات ضروري الأطفال تطعمها، وكل أم بنصحها إن هي دايما تتابع، موجودة في مكاتب الصحة طبعا وليها مواعيد ثابتة ومجانا، ونراقب الطفل. يعني مثلا ظهر أي حاجة أقلب في الجسم كده، في جسم الطفل فيه ظهر طفح جلدي، أشوف الحرارة، أشوف برضو أتابع. الأم النبيهة بتفرق جدا، بس ما تبقاش اوفر بروتكتيف، او اللي هي الاهتمام الزائد عن اللزوم بتبقى موسوسه، لا عايزين الاهتمام بالاتزان. طيب عظيم جدا. بالنسبه للاكل، هل في نظام غذائي معين مثلا ممكن نتبعه حفاظا على جهاز المناعه؟ التوازن اللي هو شرب الميه باعتدال، علشان طبعا الكلى مهمه قوي، والارواء وسلامه الجلد والنفس والحاجات دي، وطبعا صحه المخ كمان، الصحه الذهنيه والصحه صحه العقل مهم ليها قوي. الميه، الارواء من الحاجات المهمه. الاكل المتوازن ما بين مجموعات الطعام اللي هي الكربوهيدرات حوالي 55%، الدهون بننساها، دهون صحيه زي زيت الزيتون، و ممكن زبده حاجه صغيره بسيطه كده. والبروتينات، البروتينات مهمه لان الاجسام المضاده كلها بروتينات. مجموعه الوقايه كلها في الفيتامينات والاملاح والمعادن موجوده في الخضار والفاكهه. فلو خدنا يوميا خضار وفاكهه ولو وحدتين ثلاثه هتفرق جدا. كل انواع الفيتامينات، وكل ما كتر الالوان في الطبق كل ما المناعه اتحسنت او مصادر المناعه احسن. عظيم جدا. اذا زي ما حضرتك قلتي المسؤوليه تعتبر مشتركه، عندنا مبادرات بتعملها الدوله، وفي نفس الوقت في دور على كل ايه، ودور الباحثين طبعا طبعا مفيش شك يا فندم طبعا، وفي دور كمان زي ما قلنا على الشخص نفسه، على الاعلام. احنا قايمين بدورنا اعتقد من خلال هذه الفقره، واضح يعني هي الموضوع كله تكاملي.
طبعًا. احنا متكاملين عشان في الاخر صحه المواطن المصري. صح. المواطن المصري انا عايز اقول لحضرتك حريص كمان يا دكتوره، لانه انا مثلا كاعلام او الدوله مش هتقول له حاول يكون في تباعد بينك وبين اللي جنبك، عشان يعني دي تبقى حاجه نابعة منه هو. والاطباء المصريين كفاءه، انا بقول لحضرتك طبعا ما فيش الاطباء شك. المصريين كفاءه طبعًا. ولازم نسمع كلامهم، لان فعلا ناس كتير بتسافر بره وبترجع تقول ايه الطبيب المصري. طبعا كل الشكر ليك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. دكتوره ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبيه والدراسات الاكلينيكيه، شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا بحضرتك. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمره مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. سريعا هنروح لمدينه العالمين الجديده ونتابع مع زميلنا محمود جميل من هناك ابرز الفعاليات والانشطه النهارده الموجوده ضمن المهرجان. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من اجواء مدينه العالمين الجديده، ولازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المستمره لمهرجان العالمين الجديده. ويمكن احنا بدانا العد التنازلي في الاسبوع الاخير ونهايه مهرجان العالمين الجديده، لكن الحقيقه الفعاليات لازالت مستمره. ويمكن بدايه كمان من النهارده هنشوف فعاليات متنوعه على مدار اليوم لحد نهايه المهرجان يوم الجمعه، والختام اللي هيكون طبعا بحفلة ويجز. خلينا أقول لك امبارح يعني بطولة الجودو الحقيقة اللي زالت مستمرة، وهو الفعالية الأهم في الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة. ويمكن الحقيقة في كل مرة بتكلم معاكم فيها عن التجهيزات والمجهود الجبار اللي موجود في بطولة الجودو العربية للعام الثاني على التوالي، ويمكن مواكبة التطور ده باين جدا من حيث التجهيزات، من حيث الإمكانيات اللي موجودة، تقديم كل التسهيلات سواء للجنة التحكيم اللي موجودة على أعلى مستوى، وكمان كل الوفود العربية المشاركة اللي بيتقدم ليها كل الدعم والتسهيلات في وجودها على أرض مدينة العالمين الجديدة. لكن الحقيقة المميز امبارح أنه كان في تألق مصري كبير جدا في النزالات المختلفة اللي كانت موجودة بين الشباب وبين البنات طبعا الموجودين في بطولة الجودو. ويمكن البنات المصريات يعني كانوا متألقين بشكل كبير جدا امبارح، وده يمكن يرجع الحقيقة للمجهود اللي بيتم من خلال وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للشباب في المواهب الرياضية المختلفة، واللي بيتم دعمه من قبل القيادة السياسية لتأهيل الموهوبين رياضيا لرفع اسم مصر في المحافل الدولية. فالحقيقة امبارح كان في اللاعبة فاطمة جابر اللي تألقت في نزال 48 وحصلت على المركز الأول في هذا النزال، بالإضافة طبعا إلى الأجواء الجميلة والتشجيعية والحماسية اللي بتكون موجودة بين كل الأسر والعائلة. النهارده هيكون في ختام بطولة الجودو إن شاء الله، هنتابع النزالات الأخيرة بين المتسابقين، بنتكلم عن 500 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية مختلفة، بالإضافة كمان إن احنا هنبدأ بقى بعض الفعاليات الأخرى اللي هتكون موجودة على أرض مدينة العالمين الجديدة. هيكون عندنا النهارده مسرحية عريس البحر، المسرحية دي طبعا بعدد من الموهوبين اللي هيكونوا موجودين والوجوه الشابة الجديدة في المسرحية دي اللي هتكون طبعا موجودة النهاردة. العرض هيكون ليوم واحد النهاردة، فبندعو كل الناس اللي موجودة طبعا في مدينة العالمين الجديدة ان هي تيجي وتستمتع بالمسرحية اللي هتكون الساعة 7 مساء النهاردة في المسرح الأرينا اللي موجود هنا في مدينة العالمين الجديدة في المنطقة الترفيهية. والحقيقة المسرح ده تم تجهيزه لاستقبال عدد كبير من المسرحيات المختلفة اللي شفناها من بداية مهرجان العالمين، وأغلب المسرحيات طبعا اللي كانت موجودة وبتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. بالإضافة أن احنا بكرة هيكون عندنا فعالية رياضية مهمة، وهي أفضل لاعب كرة قدم من سن 9 سنوات لحد سن 15 سنة. أفضل لاعب كرة قدم في السن ده هيكون موجود بكرة على ملعب كرة القدم الخماسي في المنطقة الترفيهية، فهيكون حالة تشجيعية جميلة جدا، وأي حد يمتلك الموهبة في لعبة كرة القدم يقدر أن هو يكون موجود بكرة في الفعالية دي. يوم الجمعة إن شاء الله هيكون عندنا حفلة ويجز، وهيكون عندنا طبعا فعالية خاصة بكرة السلة بالنسبة للفرق من منطقة الإسكندرية اللي كانوا بيلعبوا هنا في مدينة العالمين. الفرق الفايزة
هيلعبوا بعض يوم الجمعة 3-3 في ملعب كرة السلة، وكمان هنكون كلنا في انتظار حفلة ويجز اللي متوقع ليها حضور عدد كبير جدا في منطقة اليو أرينا، وعدد من الفعاليات اللي الحقيقة ما بتنتهيش في مدينة العالمين الجديدة، وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية في مدينة العالمين. دي الصورة من مدينة العالمين، وبرجع لك في الاستوديو مرة تانية شاذلي. شكرا جزيلا زميلنا محمود جميل من مدينة العالمين الجديدة، بنشكرك طبعا جزيل الشكر. دلوقتي مشاهدينا آخر فقرة معانا في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قطاع الطرق. أكيد خلال السنوات اللي فاتت شفنا اهتمام كبير بهذا القطاع المهم، وشفنا المشروع القومي للطرق واللي بيغطي معظم محافظات الجمهورية، وشفنا ازاي بيتم تطوير هذه الطرق القديمة وكمان إنشاء وشق طرق جديدة. مش بس كده، كمان تم إدخال أنظمة جديدة لصيانة ورصف الطرق واستخدام الأسفلت المحسن بمخلفات البلاستيك. كل هذه التفاصيل هنعرفها، إيه التقنيات الحديثة المستخدمة لصيانة ورصف الطرق، من الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك والمشاهد الكريم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. قطاع مهم ما فيش شك، صحيح. قطاع الطرق وليه تدخلات مع قطاعات أخرى مختلفة، صحيح. لو هنتكلم عن أبرز ما تم في هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يعني هو قطاع الطرق جزء من منظومة النقل اللي الدولة اهتم بيها من 2014، لأن بدون وجود شبكة مواصلات جيدة مش هتقدر تدعم مشروعات تنمية مستدامة أو تجذب استثمارات داخلية وخارجية. فطبعا في إطار ما تم في قطاع النقل البري أو قطاع الطرق تم إنشاء محاور جديدة، وتم رفع كفاءة وصيانة وتوسعة محاور قائمة، وتم دخول تقنيات حديثة يمكن على مستوى العالم ما هيش جديدة، لكن هي بالنسبة لنا تجربة بتطبق بشكل جديد. وطبعا ده برضو بدعم من الدولة والقيادة السياسية، لأن احنا نخوض في هذه التقنيات الحديثة، وبالتالي يبقى في عندي فرصة ان انا اكتسب خبرات لان انا استخدم هذه التقنيات، لان هذه التقنيات بتوفر سواء في الخامات او المواد او في التكلفة او في سرعة تنفيذ مشروعات الطرق. فنذكر على سبيل المثال تقنيات إعادة التدوير أو الريسايكلينج، ودي برضو تم إدخالها، بدل ما كنا بنكسر الرصف القديم وبنرميه دلوقتي بقينا بنعيد تدويره ونستخدمه مرة أخرى في طبقات الرصف، سواء بتقنية إعادة التدوير بكامل العمق أو ما يطلق عليها الإف دي آر. وأصبح لدينا خبرات على مدار السنوات الماضية، تم من خلال هذه الخبرات وضع ورقة عمل لإضافة مواصفات خاصة بهذه التقنية لتمهيدا لوضعها بالكود المصري للطرق، بالإضافة إلى تقنيات إعادة التدوير على البارد أو ما يطلق عليه الخلطات الأسفلتية على البارد اللي هي CIR، ودي برضو بقى عندنا خبرات مقبولة في هذا المجال تخلينا نقدر أن احنا نستفيد من مواد الرصف اللي كنا زمان بنكسره ونرميه، فأصبح دلوقتي بوفر خامات وبوفر فيه تكلفة الإنشاء. موضوع جديد اللي هو استخدام مخلفات البلاستيك في الخلطات الأسفلتية. وزارة النقل كانت بتقود هذه التجربة وبيشاركها كثير من الجهات المعنية على مستوى الدولة، سواء من وزارة التعليم العالي أو الكلية الفنية العسكرية أو من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان. مجموعة عمل كبيرة في الواقع، كل منهم أدلى بدلو من أجل الوصول إلى أن احنا نعمل مخلوط أسفلتي بيستخدم فيه بعض مخلفات البلاستيك أو ما يطلق عليه الويست بلاستيك. ده يتحمل يا فندم؟ هي الميزة أن بيتم استخدام مخلفات البلاستيك كما لو كانت محسن للخلطة الأسفلتية، وبالتالي بيبقى أداء الخلطة الأسفلتية أفضل، خصوصا مع درجات الحرارة المرتفعة والأحمال اللي موجودة أصبحت دلوقتي أعلى من الأحمال التصميمية. ونأمل طبعا أن ده يتم تداركه لاحقا لما يكون في عندي منظومة النقل بالسكة الحديد تكتمل إن شاء الله، هيبقى في عندي منع كامل للحمولات الزائدة على الشبكة. إلى أن ده يتم لابد أن يكون في عندي أسفلت يقدر يتحمل بشكل ما الحمولات اللي موجودة ودرجات الحرارة. تم تطبيق التجربة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في قطاع طوله تقريبا 500 متر طولي، وبيتم مراقبة القطاع اللي تم تنفيذه، وإلى الآن بيدي نتائج جيدة، وإن شاء الله تعالى إذا تم تعميم هذا الأمر سيكون مناسبا للطرق التي تواجه أحمال مرورية عالية مع نسبة شحنات أو نقل تقيل مرتفع، هيكون ده أنسب، لأن الحاجة للصيانة هتكون أقل،
وبالتالي يبقى العمر التصميمي بتاعه أطول، وبالتالي ما يطلق عليه اللايف سايكل كوست أو اللي هو التكلفة على مدار عمر الرصف هتكون أقل، وده هيوفر برضو للدولة. طيب عظيم جدا دكتور، الخريطة اللي على أساسها بنقول إن احنا محتاجين ننشئ محاور جديدة أو طرق جديدة، إزاي بتتم ورأي حضرتك في المحاور الجديدة اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت؟ طبعا هو الدراسات النقل من خلال مخطط النقل الشامل للجمهورية، وبتقول بالإضافة إلى خطط التنمية بتاعت الدولة، يعني دايما النقل هو قطاع بيخدم مشروعات التنمية، يعني بنشوف الخطط المستقبلية للدولة لإنشاء مدن جديدة، للاستصلاح الزراعي، لإنشاء مناطق صناعية، للاستخدام استغلال الموارد الطبيعية من مناجم ومحاجر وخلافه، وبناء عليها بيتم أخذ هذه الاستعمالات أو هذه الخطط في الاعتبار علشان أطلع ما يسمى بالمشروعات ذات الأولوية، اللي بنقول فيها إحنا محتاجين نعمل هنا مشروع طريق أو مشروع سكة حديد أو كذا. وبالتالي كل هذه المشروعات كانت بتخضع لدراسات جدوى فنية واقتصادية، وكانت ناتجة من دراسة النقل القومي اللي بيحدث من فترة إلى أخرى وفقا للمتغيرات اللي موجودة، منها دلوقتي ان بقى عندنا تنمية ما كانتش موجودة في العقود الماضية. لما بنتكلم على الرقعة العمرانية كانت 6% من مساحة مصر، دلوقتي زادت لما يصل الى 14% نتيجة الانتشار الأفقي على مساحة جغرافية اكبر، ولم يأتي ذلك بسهولة، ولكن كان نتيجة تعب ومشروعات قومية كبيرة تمت من خلال مشروعات الطرق ومشروعات السكة الحديد ومشروعات الكهرباء ومشروعات المية والصرف الصحي، عشان أقدر يبقى في عندي مناطق مأهولة فيها خدمات فتجذب استثمارات داخلية وخارجية، وفي نفس الوقت أقدر أن أنا أبني مدن جديدة تستوعب الزيادة. أنا عايز أقول إحنا بنزيد 2.5 مليون مولود في العام، وبالتالي لابد أن يكون في عندي فرصة للانتشار الأفقي علشان استوعب الكثافات والزيادة السكانية اللي موجودة. وقطاع النقل بيأتي قطاع خدمي في هذه المنظومة المتكاملة، بهدف أنه هو يسمح بإنشاء المشروعات اللي الدولة حطاها في خطة مصر 2030 أو رؤية مصر 2050، من خلال أن يبقى في عندي شبكة مواصلات جيدة. طبعا جنبا إلى جنب المشروعات داخل المشروعات النقل داخل المدن، الدولة لم تهملها من خلال إكمال خطوط مترو الأنفاق وإنشاء دلوقتي عندنا الخط الرابع والسادس تحت الإنشاء، عندنا كمان نتكلم عن مترو اسكندرية مكان قطار أبو قير، نتكلم عن تطوير ترام الإسكندرية، نتكلم عن البي آر تي على الطريق الدائري. كل هذه الأمور الـ LRT المرحلة الأولى منه تم افتتاحها وجاري استكمال، عندنا مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، كل هذه المشروعات مبنية على دراسات نقل ودراسات جدوى فنية واقتصادية مطلوبة، بالإضافة أنها بتخف الضغط على الطرق العادية طبعا. وبعدين لما هيبقى عندي شبكة مواصلات عامة جيدة هتخلي حتى الكار أونرز أو مالك السيارات يسيب عربيته ويركب مترو الأنفاق، يركب الـ LRT أو يركب المونوريل، وبالتالي هي بتوفر، بتقلل الزحام على شبكة الطرق، بتقلل الانبعاثات الغازية والتلوث البيئي اللي ناتج من وسائل النقل العام. طيب دكتور، المواد المستخدمة في رصف هذه الطرق هل بتختلف من الطرق السريعة، الطرق اللي فيها عليها محاجر مثلا، الطرق داخل المدن؟ جودة المواد بتختلف، بالإضافة إلى نوعية السمكات أو سمك القطاع نفسه. لما بنقول أن الطريق ده هيتحمل أحمال خفيفة بيبقى القطاع الإنشائي للرصف أقل من لو كان الطريق ده هيتحمل أحمال عالية، بالإضافة إلى أن في بعض الأحيان بضطر أن أنا أستخدم طبقات أساس محسنة سواء باستخدام الأسمنت أو باستخدام تقنية الـ FDR وغيرها من التقنيات الجديدة اللي بدأت دلوقتي تؤتي ثمارها في ما تم تنفيذه من مشروعات حتى داخل المدن. برضو بقينا نستخدم، لأن أنا شايف أن الأسفلت القديم والقطاع الرصف اللي موجود هي ثروة محجرية وثروة لابد أن أنا أستفاد منها، كان في الأول أو في السابق بيتم تكسيرها ونقلها للمقالب العمومية، دلوقتي بقى بيتم إعادة تدويرها، وده طبعا له مردود إيجابي جيد على يعني توفير التكلفة وعلى الأثر البيئي، لأن هذه المواد برضو لها أثر بيئي سيء إذا كنت برميها ما بستخدمهاش، فكل هذه الأمور لها مردود جيد يعني. عظيم، لكن حضرتك وضحت في البداية نقطة استخدام المخلفات البلاستيك، ده أحد التقنيات الجديدة وليس كلها يعني، وليس كلها. في ناس بتستخدم أنت عارف الإطارات القديمة بياخدوها يفرموها إطارات الكاوتش بتاعت العربيات، وبيعملوا حاجة اسمها رابرايزد أسفلت أو اللي هو الأسفلت المحسم بالربر أو المطاط،
وده برضو تقنية موجودة، وإحنا إن شاء الله برضو هنطبق هذه التقنية على سبيل التجريب. يتحمل الحمولات برضو آه طبعا، وبيقلل النويز وبيزود الفريكشن، علشان لو في مناطق خطرة فممكن يبقى الفرامل آمنة أكتر من الخلطات الأسفلتية العادية. كل هذه الأمور إحنا بصدد تجربتها. نحن لا نخترع العجلة، ولكن نبدأ من حيث انتهى الآخرين علشان نقدر ننقل التقنية دي إلى الشركات المصرية ويبقى عندها قدرة أنها تنفذها. وده بيتحمل زي ما حضرتك ذكرت درجات الحرارة، صحيح، يتحمل سيول والحمولات الزيادة اللي موجودة. يعني الزايدة. موضوع مخلفات البلاستيك هو عبارة عن بوليمر البولي إيثيلين أو مخلفات البلاستيك، فبيحسن من قدرة الخلطة على تحمل أحمال أعلى. وإحنا اخترنا طريق اسكندرية الزراعي باعتبار أن الطريق ده عليه أحمال مرورية عالية جدا ونسبة شاحنات ونقل تقيل مرتفعة، وجاري مراقبة القطاع ده من كل أطراف التجربة، سواء من وزارة النقل باعتبار أنها من قام بتنفيذ التجربة ولهم منا كل التقدير للمجهود اللي بذل، بالإضافة إلى الجهات البحثية سواء المجلس الأعلى للجامعات أو أطراف الدراسة المختلفة، بالإضافة للهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وغيرها من الأطراف اللي شاركت فيها. عظيم. إذن الهدف زي ما حضرتك ذكرت أن احنا يكون عندنا شبكة طرق بتخدم قطاع التنمية وتتناسب مع الظروف المحلية والبيئية من الأحمال ودرجات الحرارة وخلافها. جميل. وبتختلف زي ما حضرتك ذكرت برضو من مكان لآخر حسب الحمولات اللي موجودة على كل طريق وتصنيف درجة الطريق ده إيه. بس طبعا أنا بقول إن الحل دوم ماشي بالتوازي مع إن أنا بطور منظومة النقل بالسكة الحديد، عشان لما تكمل إن شاء الله في القريب العاجل يبقى في عندي تقنين للحمولات، لأن أنا مش من مصلحتي أخد غرامة من السواق اللي شايل حمولة زيادة، لأن تكلفة إصلاح الطريق أكتر بكتير من الغرامة اللي أنا باخدها، فأنا كدولة بخسر. لكن لما يبقى في عندي نقل بالسكة الحديد واقتصاديات النقل بالسكة الحديد أفضل وتكلفته أقل، وبالتالي يبقى هيبقى النقل بالسكة الحديد ليس بديلا للنقل البري، ولكن هيبقى شير مع النقل البري أو شريك للنقل البري في نقل البضائع لمسافات طويلة. وبالتالي احنا بنلاقي عندنا خطوط حديدية جديدة بتنشأ بيزيد طولها عن 2000 كيلو، منها الخطوط القطار الكهربائي السريع بخطوط الثلاثة، ومنها بعض المحاور اللوجستية وزارة النقل بتنشئها بهدف ربط المواني البحرية بمناطق المواني الجافة والمناطق اللوجستية. كل هذه الأمور منظومة متكاملة من أجل أن يكون لدينا نظام نقل متعدد الوسائط قوي يقدر يلبي احتياجات الاقتصاد المصري. صحيح. واعتقد كمان انه الاهتمام بهذه المنظومه، منظومه الطرق بشكل عام، ليه اهداف متعدده زي ما حضرتك ذكرت، وليه تاثير كمان اعتقد على معدلات الحوادث. احنا بنشوف انخفاض في معدلات الحوادث خلال الفتره اللي فاتت. صحيح. في اهتمام، في ارشادات على الطرق. يعني فيما يخص الطرق انت يعني اثرت نقطه قويه جدا، او يعني كان المفروض نصيرها، اللي هي موضوع الحوادث. احنا عندنا طبعا منظومة الطرق لما اتطورت اتعملت على احدث المعايير من حيث الامان المروري ومن حيث الاكواد والمواصفات، لكن في جزء مهم اللي هو الانفورسمنت او الرضع المروري، لان مفيش مدينة على مستوى العالم فاضلة. يعني انا بسمع الناس يقول لك ده بره الساعة 2 بالليل بتبقى الإشارة قافلة والناس بتحترم الإشارة وبتقف. لا، هو بيحترم الإشارة عشان عليها كاميرا، لانه لو كسر الإشارة الساعة 2 بالليل هيتحبس الصبح. وبالتالي احنا بنقول ان الانفورسمنت مكمل لما تم من تطويره، وعشان كده احنا بنطبق نظام النقل الذكي على شبكة الطرق القومية اللي تم انشائها من محاور او الجاري رفع كفائتها او تم رفع كفائتها. هنلاقي بعض الطرق زي اسكندرية الصحراوي، زي شبرا بنها، زي القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، السويس الصحراوي، أسيوط الغربي، كل هذه الطرق أصبح عليها نظام النقل الذكي بهدف ليس فقط مراقبة السرعات ولكن مراقبة السلوك، عدم ارتداء حزام الامان، التحدث في الموبايل، تناول المأكولات تناول المأكولات اثناء السير، استخدام الحراب بشكل خطأ. لو انا بقول النقل يلزم اليمين وهو بيستخدم الحاره الشمال، كل هذه الامور بقدر ان انا اسجلها، وبالتالي هيبقى في عندي شيء من الرقابه اللي هتساهم في الحد من معدلات الحوادث. علاوه على ان برضه بعض الناس بتستخدم برامج بتحدد له الرادار فين فيجي عند الرادار ويهدي، منظومه النقل الذكي تداركت ده دلوقتي، وبقدر لو هو هدى عند الرادار ورجع زود سرعته بلقطه عند الرادار الثاني، لان الرادارات بينها مسافات ثابته، فلو هو المفروض يعدي المسافه دي في 10 دقائق وهو عداها في 8 يبقى هو كان ماشي بسرعه اعلى. عشان كده بقول ان مفيش داعي ان احنا نتبع الفهلاوه بان انا هدي عند الرادار وازود ثاني لو الطريق. صحيح. الدوله حاطه السرعه التصميميه عشان تامن مستخدم الطريق، سواء اذا كان قائد مركبه او فرد مشاه او ايا كان اللي بيستخدم الطريق، فلابد ان احنا نلتزم بهذه الاجراءات علشان نحقق
سلامة مرورية أفضل يعني. نورتنا يا فندم وشرفتنا، كل شكر لحضرتك الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ألف شكر لحضرتك. شكر لحضرتك، شكرا. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.